مشاهدينا صباح الخير لكم لليوم وين ما كنتوا عم بتابعونا. طبعا كل ما قرب هذا الشهر على خواتيمه وكل ما قربت اجواء العيد اكثر، اجواء الفرح والمحبه اللي عم تجمع كل اللبنانيين وين ما كانوا موجودين. طبعا ببدايه هذا الاسبوع امبارح كلنا زعلنا على خبر رحيل الشاعر اللبناني موريس عواد، كل تعزينا لاسرته لعائلته لاستاذ موريس، كل تعزينا ايضا للاسره الفنيه الثقافيه اللبنانيه. طبعا استاذ موريس شاعر لا يتكرر، شاعر بالعاميه قدم للكلمه اللبنانيه بعتقد ما لا يقدمه احد يمكن لحد اليوم. موريس عواد هذا الشاعر اللي حفر مكانه عبر التاريخ بكلمات وقصايد وبايضا قصايد مغنات الرحمه لروحك موريس عواد، وطبعا التعازي لكل اللي بيحبوك بيا. صباح الخير. لك جو يعني منا الموت منه الا مرحله عبور، ولكن الكلمه باقيه وهذا اهم شيء، انه الانسان يترك من وراء كلام بيعبر وقصايد بتحكي عن وضع يمكن كل انسان بحس حاله موجود صحيح. فيه. صباح الخير لك ولكل المشاهدين، وصبحيه ممتعه بتمنيها للجميع برحلة احلى صباح. نحن وياكم مشاهدينا اليوم صبحيتنا مميزه. قبل ما اعطيكم مين في معنا من الضيوف، صرتوا معودين انه دائما مع غرفه التحكم المروري رح نتعرف على حركه السير على الطرقات بلبنان مع تحديدا امين عبد العال، من بعدها بنتابع مع الفقره الرياضيه الصباحيه وثائر حسكور، وايضا لليوم رح نتلقى اتصال من وسام عبد الله من مصلحه الأرصاد الجوية تنتعرف أكثر على حال الطقس، ومننسى الفقرة الثابتة مع زميل دانيا حرب ضمن وورد سيجمنت. أولى ضيوفنا لليوم رح يكون حبيب صغيب أمين عام المجلس الرعوي بالصفرة وشرب الطربي من جوقة رعية مرجس والقديسة صوفيا، تحت نحكي عن ريسيتال ميلادي بيحمل عنوان جنة نورة. وايضا ضيوفنا لليوم دكتور ابراهيم دهيني فيزيائي طبي، وموضوعنا اليوم مؤتمر عن تطوير ممارسه الفيزياء الطبيه وعلوم الاشعه بمختلف انحاء الشرق الاوسط. ايضا لليوم رح ينضم لنا سامر سيف الدين رئيس قسم الرياضيات بالمركز التربوي للبحوث والانماء، وبرفقه احد الطلاب تحت نحكي عن اولمبياد الرياضيات بالعالم العربي والاول بالعالم العربي. اليوم ايضا بينضم لنا المهندس علي عيسى مدير العلاقات العامه بالمركز الاسلامي للتوجيه العالي تحت نحكي عن معرض توجيهي ايموفي. وختام صبحيتنا رح يكون مع الاخ صلاح سكر والاخ كريستوفر ملكون مكرسين بجامعه رساله حياه اللي بيدعونا تحديدا حتى نتشارك معهم فرح تجسيد المسيح بريسيتال غنائي مع السيده ماجده الرومي بكنيسه مارلياس انتلياس نهار السبت 15 كانون الاول الساعه 8 المساء. طبعا رح يكون هذا الريسيتال برعايه معالي وزير الاعلام ملحم ريشي. والختام رح يكون مع الفقره الثابته اللي بتنطروها دائما ساره كيروز وفقره فاشن. انما البدايه رح تكون مع امين عبد العال وغرفه التحكم المروري. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ تمام. طمنا اليوم حركه السير على الطرقات بلبنان كيف هي؟ بالعاده بنبدا بالمدخل الشمالي، عم تكون الحركه ناشطه من نهر الكلب وصولا لجسر الفهود بيي، من بعد جسر الفهود عم تصير الحركه كثيفه باتجاه النقاش لانتلياس، الطريق البحرية حركة كثيفة جدا، منتلية الساحة باتجاه الاوتوستراد عم تكون حركة كثيفة وصولا لجل الديب للأشغال، من بعد الأشغال عم تصير حركة ناشطة باتجاه نهر الموت للدورة للكارنتينا حتى شهر الحلو، عم تكون حركة ناشطة باتجاه الصيفي وصولا للوسط التجاري. بالفارس النرفيل حركة ناشطة على الإشارات باتجاه السلومة، كفة ناشطة من السلومة باتجاه الحايك وصولا لجسر الواطي. المدخل الجنوبي حركة ناشطة على مدينة رياضية باتجاه الكولا، كفة ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وكثيفة على جسر الكولا باتجاه سائب سليم حتى الأنفار ترجع تكفي ناشطة باتجاه الوسط التجاري. مدخل الشرقي حركة ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزي وصولا للصياد، كفي ناشطة من الصياد باتجاه الكارنتينا مرورا بافتراض الرئيس لحود. رسل فجوة باتجاه الأشرفية حركة طبيعية، بس العادية باتجاه الأشرفية حركة ناشطة، العادية باتجاه المتحف حركة سير طبيعية،
بتكفي ايضا، بتكفي ناشطه من المتحف باتجاه البربير. من جهة عمر بيهم قصص باتجاه تعاطى ابشار الخوري، حركه سير ناشطه. أشرفية قطعة تبريز باتجاه برج الغزال لجسرين، عم تكون حركة ناشطة وصولا لبرج المور. بلش كثيفة على الإشارات باتجاه شارع الحمراء الرئيسي. كلش البحر يعني مريسي، حركة ناشطة بالاتجاهين طبيعي باتجاه الحمراء. هذا كل شيء بالنسبة لحركة سير. بالنسبة لمحاضرة سرعة زيتي اللي صدرت عقولا من الداخل 24 ساعة الماضية 922 محضر. بالنسبة لإحصاءات الحوادث، سجل عنا 10 حوادث نتج عنا 18 جريح. كفانا بقى رجع بذكر تواصل معنا بغرفة التحكم المروري اتصال على 1720، متابعتنا على السوشيال ميديا تويتر تي ام سي لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري، واكيد الابليكيشن تي ام او لبنان. هذا كل شيء. شكرا لك امين عبد العال، دائما بنتعبكم معنا، يعطيكم الف عافيه من غرفة التحكم المروري. نحن وياكم رح نروح مشاهدينا تنتابع الفقرة الرياضية الصباحية مع ثائر حسكور. صباح الخير عن جديد، وشكرا لك ثائر حسكور على التمارين الرياضية الصباحية يلي بتفيد فيها كل الصبايا والشباب. نحن وياكم مشاهدينا رح نتلقى اتصال مباشر من أمين، من وسام عفوا عبد الله، من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي، حتى نتعرف أكثر على حال الطقس. ألو. ألو. صباح الخير. أهلا، صباح النور. كيفك؟ أهلا وسهلا. يا هلا فيك. نعم. طمني، في شتي بهاليومين؟ اكيد طبعا، احنا هلا يعني فينا نعتبر حالنا ضمن التاثير، بده يكون منطقه من الضغط الجوي المنخفض ابتداء من بعد ظهر هذا النهار. نعم. وهذا الشيء بيؤدي لطقس غائم جزئيا، وكل ما حتى قرب علينا، كل ما حتى الامطار قربت تتساقط بشكل متفرق ابتداء من بعد الظهر، وحتكون شوي غزيره بالمناطق الجنوبيه. نعم. واكيد حيصير في عنا ثلج على 2000 متر، وننتبه شوي لقصة الهواء. الهواء اليوم ممكن نوصل بشمال ل 70 كيلومتر بالساعة، بس بشكل عام اليوم الهواء بده يكون حوالي 60 كيلومتر بالساعة باتجاهه الجنوبي غربي. هذا بالنسبة للنهار الثاني. وسام عم ينحكى انه في عاصفة قادمة على لبنان، صحيح؟ نعم. هالشيء؟ اي نعم، عم نقول احنا منخفض الجو ببلش بعد ظهر يأثر علينا بشكل يعني تدريجي. نعم، ولكن فينا نسميه عاصفة؟ عاصفة هذا هالأوقات، يعني هالعاصفة أكيد في برق وراد يعني طبعا، بس العاصفة يعني حتكون يعني التأثير الأكثر لإلها من حيث غزارة الأمطار، ومن حيث عواصف رعدية ما بين بكرة الظهر للأربعة تقريبا المساء. فينا نعتبر ابتداء من الأربعة المساء بتخف حدة الأمطار، بس هلا فينا نعتبر عاصفة عاصفة مثل غيرها، لأن احنا صرنا بكانون يعني هيدا وقتها. إذا ما عرفت هلا أمطار عواصف رعدية أمتين بدها تعطي؟ نعم. تساقط الثلوج على ارتفاع قديه رح يكون؟ نعم، اليوم بنبلش بارتفاع تقريبا شيء 1800 متر، وبكره شيء 1800 متر الثلاثة، الأحد الأربعاء المساء ممكن نوصل على شيء لل 1600 متر. نعم. تقريبا. هلا بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعينا، نعم، على الساحل من 13 ل 21، بالجبال من 7 ل 12، وبالبقاع من 8 ل 14. رياح سطحية عم تكون جنوبية غربية سرعتها من 10 ل 35 كيلومتر بالساعة، مثل ما انها بتشتد لتوصل 60 كيلومتر بالساعة هون بالساحل، بالشمال 70 كيلومتر بالساعة، وبننتبه نهار الثلاثة كمان الأربعة نوصل ممكن لأكثر من هيك بما يقارب 90 95 كيلومتر بالساعة. يعني ننتبه للهواء أكيد بيرتفع مع موج البحر، نوصل لأربع أمتار تقريبا موج البحر. حرارة سطح المي ونسبة الرطوبة؟ بالنسبة لحرارة سطح المي عم تكون 22 درجة، والبحر مائج عم بيكون أكيد لأنه في عنا رياح ناشطة أو رياح شديدة. ونسبة الرطوبة؟ نسبة الرطوبة عم تكون من 60 ل تقريبا 85%. نعم، لكن من المتوقع أنه نشهد أمطار غزيرة. نعم. بالمناطق الداخلية بلبنان، وابتداء من نهار الخميس الأمطار الغزيرة مثل ما قلنا اليوم في أمطار، مثل ما قلنا لما ينوصل منخفض الجو بعد الظهر كان أمطار متفرقة وشاب بالجنوب. نعم. بس القوة المنخفض الجو من حيث الأمطار وعواصف رعدية والقصص كلها سوا بتكون من فترة بكرة الظهر لحد الأربعاء تقريبا بعد الظهر. نعم، يعني ابتداء من نهار الخميس الطقس رح يكون مشمس؟ الخميس لا، المساء بتخف حدة الأمطار. نعم. إيه تقريبا عفوا لحد الأربعاء بعد الظهر أو المساء بتخف حدة الأمطار، الخميس بتحول طقس بشكل عام للطقس مقبول يعني. نعم، شكرا لك وسام عبد الله، يعطيك ألف عافية، عم تعبكم معنا من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي، شكرا للمعلومات.
مشاهدينا صار الوقت نروح نتابع الفقرة الثابتة يلي بتنطروها دايما مع الزميل داني حرب ضمن وورد سيجمنت. مشاهدينا عودة لكم لنتابع صبحيتنا، وين ما كنتوا عم بتابعونا مرحب فيكم بهذا الوقت، على امل دائما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. لقاءنا الاول رح يخدنا الى اولمبياد الرياضيات العربي الاول، كل التفاصيل حول هذا الاولمبياد مع رئيس قسم الرياضيات بالمركز التربوي للبحوث والانماء استاذ سامر سيف الدين. صباح الخير. يسعد صباح. اهلا وسهلا فيك معنا. ايضا الطالب الحائز على الميداليه البرونزيه كريم منير ابي سعد من مدرسه الشويفات الدوليه، اهلا وسهلا فيك معنا، صباح الخير. اول شيء مبروك لك واهلا وسهلا فيك استاذ سامر. استاذ سامر، اولمبياد الرياضيات العربي الاول، يا ريت تعرفنا عنه اكثر. اولمبياد الرياضيات العربي الاول هو اولمبياد اول مره بيصير اسوه بالاولمبيادات العالميه. عالميا في اولمبياد الرياضيات بيصير من سنه 1959، بيشارك فيه حوالي 50 او 60 دوله بما فيها دول عربيه. لبنان هي اول مشاركه رسميه له باولمبياد، بخاطب تلاميذ من المرحله الثانويه اللي عمرهم تحت ال 20 سنه. وصار لاول مره بالسعوديه بالمملكه العربيه السعوديه بمدينه جده بين 25-29 الشهر الماضي. وكان بموجب دعوه من قبل المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الالكسو، وصلت الدعوه على لبنان على اللجنه الوطنيه لليونسكو، توجهت لرئيس المركز التربوي والبحوث والانماء. طبعا بما ان اول مره كان الخوف اكيد من قبلي انا شخصيا انه احنا اول مره منشارك، فكان راي دكتور ندى عويجان انه ما يصنعه انسان ممكن يصنعه اي انسان، والتجربه لازم نخوض فيها. ففتنا بالتجربه بوقت كتير قصير، وقت تقريبا شي شهر ونص او تقريبا شهرين صرنا لحد هلا، من التحضيرات الى الانجاز اللي طبعا شرفونا فيه الشباب وجابوا لنا اياه يمكن هديه بمناسبه الاعياد المجيده. فالميداليه البرونزيه للبنان بين دول عربيه مشاركه باولمبيادات عالميه هو انجاز حقيقي للطلاب. نعم. مين اخذ الميداليه الذهبيه؟ الذهبيه تشاركوا فيها المغرب والسعوديه، بس تجدر الاشاره انه المغرب والسعوديه بتشارك من سنه 1980 في الاولمبياد، واللي حاز على الاولمبياد الرياضيات الدولي العالمي الاي ام او. نعم. يعني السعوديه جابت السنه الماضيه ذهبيه عالميا، والمغرب جابت فضيه عالميا. فلبنان بين هيدي الدول جاب برونزيه على مصعيد. نعم. من اول مشاركه لالو قدر ياخذ برونزيه. نعم. كريم، كيف تشاركتوا بهذه المسابقه؟ يعني كيف وصلت لمدارسكم؟ شو صار تحديدا؟ نحن استاذنا اجى قالنا قبل بشي جمعتين انه في هالاولمبياد، انه اذا بدكم تشاركوا نحن نقينا خمسه من المدرسه، روحوا يعملوا امتحان محليين بين شي 20 مدرسه. نعم. ويلي اخذوا اعلى علامات نقوا منهم ثلاثه من كل من 20 مدرسه وقالوا لهم يروحوا يشاركوا فيها. نعم. انت باي صف وشو بتدرس؟ انا هلا بصف الثالث ثانوي فرع علوم عامه. اي يعني عميز. انت اختصاصك ماتيماتيك بكل، يعني رياضيات اختصاصك الاساسي. وشو كيف تحضرتوا للمسابقه؟ كان في شروط معينه؟ كان في بيني وبينك ما كثير تحضرنا، يعني اذا شيء بس كنا انا واستاذي شوي نقعد، استاذ انس نقعد شوي ندرس الكونسبت من المعلومات بس مش اكثر من هيك، ما كان عندنا وقت كثير لان نعم حضر. استاذ سامر، شو يعني اولمبياد الرياضيات؟ يعني شو المقصود فيه؟ نعم. اولمبياد الرياضيات هي هذا الامتحان بخاطب اربع محاور في الرياضيات، محاور غير مش بالضروره تكون داخل المنهج اللبناني. نعم. ولكن مستواها الحقيقه كثير صعب. نعم. يعني مستوى الامتحان بخاطب مهارات التفكير العليا، التحليل، التركيب، الابتكار، الابداع، والاسئله فيها لشروط ان تكون جديده، يعني تخرج عن المالوف، تخرج عن الاسئله النمطيه، ما في اسئله مشابهه لها سابقا، وتتطلب مهارات فكرية كبيرة. يعني احنا والشباب اشتغلنا شوي بالتدريب قبل ما نروح، بس مدة قصيرة مثل ما حكى كريم، اساتذتهم بالمدارس ونحن كمان بالمركز التربوي اجرينا بعض التدريبات وكنا على تواصل دائم نحن والطلاب لتعويضهم على هذا النمط من الاسئلة الجديدة. بس بحب اذكر كمان انه الأسئلة لا يمكن أن تحل بخطوة أو خطوتين، يعني شرط من الشروط أن يكون في ابتكار لأربع أو خمس خطوات. هذا الشيء اللي بيميز الأولمبياد العالمي والعربي. وبحب اقول بتواضع يعني انه انا او غيري من الاساتذه من الصعب في اسئله كثير انه نقدر من المره الاولى انه نحلها. هذا الشيء الفرق اللي صنعوه الشباب، سواء كريم او داني سامر عزام او كمان في عنا ايميل جون. كانوا فريق، كانوا عم يشاركوا كفريق. نعم. نعم. بعد الامتحانات اللي اجريت على صعيد ال 20 مدرسه تصنفت اوائل في ماده الرياضيات في العام 2017 امتحانات الرسميه. نعم. نقيناها ال 20 مدرسه وفقا لهذا المعيار، وشارك عنا حوالي 70 تلميذ من كافه المدارس الرسميه والخاصه اللي كانت مصنفه اوائل في ماده الرياضيات. نعم. انتقينا من هودي ال 70 تلميذ ثلاثه تلاميذ كريم منير ابي سعيد من مدرسه الشويفات الدوليه،
إميل جان عيد من مدرسة أب بوتر، وداني سامر عزام من مدرسة أمجاد. نعم. هالثلاث طلاب الحقيقة بذلوا جهد معنا بالشهر اللي بلشنا نشتغل فيه ما بعد ما نجحوا وصنفوا الأوائل على صعيد 70 مدرسة، اللي بهني 70 تلميذ عفوا، اللي بهنيهم كلهم كانوا علاماتهم حلوين. وكان صعب اختيار ثلاث طلاب لأنه طلاب عن جد اللبنانيين كل متفوقين، كانوا كل متفوقين من جهة ومن جهة تانية. يعني شوف مجموعة صور بكل أحوال، يعني إن شاء الله إن شاء الله يمرق هيك شوية صور، بلشنا نشوف صور هون. هون بعتقد كانوا بالأولمبياد السابق، هيدا كان بزيارة لجامعة كاوست، هون بزيارة للأماكن التاريخية، هيدي كمان بجامعة كاوست يونيفرسيتي. نعم. متحف تاريخي، كان في أنشطة رديفة لأنشطة الأولمبياد اللي هي أنشطة تربوية، هون بمحاضرة كمان بجامعة كاوست يونيفرسيتي. نعم كريم، شو استفدتوا من هيدي التجربة؟ يعني شو قدمت لك إضافة هيدي التجربة؟ قدمت لي كتير، بالعكس قدمت لي أول شيء الخبرة بنقدر نشارك بهاي على مستوى دولي بهالامتحان، ثاني شيء قدمت لي شرف انه اقدر امثل لبنان على هالمستوى كله. تعرفت على ناس جديده، تواصلت مع جنسيات ايضا جديده، قديش هذا الشيء مهم لك كطالب؟ كثير مهم، مش بس كطالب بس كانسان، اتعرف على ناس من دول غير دول عربية، وخاصة الناس اللي مثلي اللي بتحب الماث، بتحب الرياضيات، بتحب تتعلم اشياء جديدة. نعم نعم. اليوم قديش تستمر هيدي الاولمبياد مهمة للطالب اللبناني، لحتى طالب متفوق يعني يكون عنده مجال ليبرز هذا التفوق؟ نعم، اول شغلة بحب اقولها انه هيدا الاولمبياد كتير مهم، لانه احنا بصراحة وقت اللي كريم ورفقاته حاسوا على هيدي النتيجة الجيدة، اول شيء خطر ببالهم يحملوا العالم اللبناني. هيدا الشيء بكانا لكلنا، لانه كانت المشاركة منا فردية، كانت مشاركة باسم جماعية. نعم. وتعاونية بنفس الوقت. نحن المهم بالأولمبياد الرياضيات أنه يكشف عن الطاقات الشابة في لبنان، ولبنان يزخر في هذه الطاقات الشابة سواء على مستوى المعلمين أو على مستوى الطلاب. والفرصة جيدة كانت أني أتاحت هذه المجال أمام الطلاب لتقديم الأفضل ما عندهم، وإعادة الثقة في الفكر اللبناني الناضج والناصع على صعيد الدول العربية من جهة، وعالميا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. ونحن أكيد التعاون، نحن شفنا قمة جبل الجليد المغمور، شفنا بس هيدا النجاح، بس بحب أذكر أنه المغمور كان أكبر بكتير، كان في فريق عمل كتير كبير عم يشتغل سواء لتحضير اللوجستي أو تحضير الامتحانات أو التصحيح أو فرز النتائج أو التحضير للسفر، بالتعاون مع لجنة اليونسكو وست كاتيا إبراهيم اللي كانت كتير عم تشتغل معنا. كله هيدا حصل بتوجيه من دكتور ندى عويجان اللي أطلقت شعار بالتربية نبني من القول إلى الفعل. حلو كتير، يعني فعلا هيدا الـ يعني إذا بدي أقول يعني مزج بين القول والفعل بعالم التربية هو ضرورة جدا لحياتنا التربوية اللبنانية. هون سامر، قديش اللي بتاخده بالصف أوقات ما بيكون كافي لألك؟ قديش أنت بعملية بحث مستمرة خاصة بمجال الرياضيات اللي هو المحل اللي أنت بتبرع فيه؟ أكيد، ما هو مجال الرياضيات مجال كتير واسع، يعني ما في أي شيء اللي ناخده بالصف لو شو ما أخذنا ما حيكون كافي لنعرف كل هالمجال، قد ما هو واسع وحلو يعني. نعم. فهم بدلك انت دايما بعملية بحث، بدلك عم تطور نفسك بهذا الإطار، بركي عم تقرأ مواقع محكمة على الأونلاين كمان بهذا الإطار، صحيح؟ صح 100%. نعمل بحث، نشوف كمان فيديوهات، إشياء يفسروا، إشياء خارج الدرس، إشياء حلوة كتير، يعني علم جديد ما خصه بشيء. شو الأسئلة اللي انطرحت عليكم هيك بأي مجال، يعني إذا فينا نقول بالأولمبياد؟ في أربع مجالات، في عنا الألجبرا والجيومتري والكومبيناتوريكس اللي هو العد والنمبر ثيري اللي هو كل شيء ارقام. اي اقرب لك انت؟ اي مجال اي بعد اقرب لك؟ هو اقرب لي الجيومتري. اي لانه في افهم بستوعب اكثر ايش المجال والابعاد. تماما. وتعاونت انت وزملائك على على الامور الثانيه، كل حدا كان اذا بدي اقول عنده تميز بمجال من المجالات وكلكم تعاونتوا سوا. كان في تفوق يعني من دول عربيه اخرى مثل السعوديه مثل ما ذكرت حضرتك. قديش اليوم المشاركات السابقه اسست للشيء اللي وصلوا اليوم؟ خليني اقول انه مثلا اعطي مثال واحد، السعوديه التلاميذ اللي شاركوا معنا بصف العلوم العامه او صف الثالث ثانوي عندهم بلشين يتحضروا من صف السابع، بيعملوا المخيمات سنوية عبارة عن شهر في كل فصل، يعني ثلاثة فصول ثلاثة أشهر من التحضير. حلو. من الصف السابع وبيشاركوا بأولمبياد عالمية، الخبرة كتير كبيرة أنه يشارك المتعلم بأولمبياد عالم، يسافر ويتعاطى مع الآخرين، لأنه بحد ذاتها بتعطيك رهبة، بتعطيهم للطلاب إذا بدك شوي بتأخر لهم من قدراتهم، بس الحمد لله الفريق اللي كان موجود
التعاون اللي كان موجود بينهم، الدعم اللي كان بين الطلاب، الدعم من قبل ست كاتيا، والدعم البعيد أونلاين. كانت دكتور ندى دائما تشجعنا، لأنه كنا صراحة بين المحضرين كنا أقل ناس حضرنا، يعني شهر ونص. نعم. مقابل سنوات. نعم. عند الدول يعني كانت. هذا شيء بكل أحوال مش جديد على لبنان، يعني تميزه وإبداعه بهذا الإطار. سامر حبيب. شو رح تكمل بالجامعة؟ في اختصاص معين من هلأ يعني حاطط خطة ولا بعدك يعني عم تدرس الوضع؟ لا بعد عم بدرس الوضع صراحة. مقدم كل شيء على الجامعة، كل شيء. كل الاختصاصات رح تقدم فيها كونكور؟ من بين بايو لماث لإنجينيرينج لكل شيء. فأي لا ما عندي شيء محدد. وبعد هيدي الخطوة العملية إذا بدي أقول بالأولمبياد، عم بتفكر تشارك بأولمبياد عالمي، مسابقات تانية؟ الله رأي أكيد تفكر بهذا الشيء. أكيد أكيد. مش بس إنه شارك بهالشيء، بس كمان نتعد نضمن نحن أستاذ سامر لنصير نمرن يلي بدي يجوا بعدنا. نعم. يصير يتمرنوا كمان. نعم نعم. أستاذ سامر في خطة لنتابع يعني بعد الأولمبياد العربي، احتمال الأولمبياد العالمي، شو عم بيصير؟ أنا حابب أقول إنه هيدي كانت بداية. هيدي كانت بداية وما كانت نهاية أبداً. كانت بداية. هلا رئيسة المركز التربوي أعطت توجيهات كمان بأنه نحضر كورس للطلاب على كافة المستويات. نبلش من اليوم نعمل امتحانات على مستوى لبنان، على مستوى التعليم الثانوي. ايش بحب اقول كمان انه الشباب هذا شيء كتير ملفت. كريم، داني وايميل رجعوا بمشروع انه هن اللي الخبره اللي اكتسبوها راح ينقلوها للطلاب والطلاب زملائهم. فهذا الشيء كان كتير حلو. يعني احنا ما رايحين بس نربح، ما رايحين بس نجيب ميداليه او نجيب ميداليتين او اكثر. احنا رايحين في عندنا خطه للمستقبل، في عندنا شباب كتير بيستحقوا ان يفوتوا بهذه المباراه، عندهم هذه المهارات، عندهم الذكاء المنطقي. المركز التربوي رح يرعى هيدي الطاقات وان شاء الله رح يشتغل على تنميتها ومشاركتها في اولمبيادات قادمه ان شاء الله. يعني ما فينا لما نتمنىكم كل التوفيق بهيدي الخطوه والخطوات المقبله. بكل الاحوال دائما معودين على التميز وعلى الابداع بكل اذا بدي اقول كل العلوم اللبنانيه، كل المجالات اللبنانيه. استاذ سامر عندك اي شيء تضيفه على؟ طبعا انا بدي اشكر مكتب الاعداد والتدريب، بدي اشكر قسم الرياضيات، الهيئه الاكاديميه في المركز التربوي للبحوث والانماء، بدي اشكر رئيسه المركز التربوي دكتوره ندى عويجان، بدي اشكر المنظمه الوطنيه اليونسكو، ست كاتيا ابراهيم شر وست كمان الصبايا اللي ساعدونا من المنظمة. بدي أشكر المدارس، وأول وآخر شيء بدي أشكر الأهل والطلاب، لأنه فعلا الأهل أعطونا ثقة كتير كبيرة بوقت. نعم. كتير قصير، وفاتوا معنا بالمعركة والحمد لله كان فيها نتيجة. وبنتشكر التقال على هاللفتة الكريمة. بتمنى أنكم تشرفونا على المركز التربوي للبحوث، تشوفوا المشاريع الكبيرة اللي عم نقوم فيها، لأنه هيدا جزء بسيط من ما يقوم به المركز التربوي من أجل التربية والتعليم في لبنان. بكل الأحوال ما عندنا شك أبدا بالكفاءات والقدرات الموجودة بالمركز التربوي. بعتقد من يعني خليني اقول يعني الركن الاساسي من الحياه اللبنانيه هو التربيه والتعليم اللي كثير بنعول عليه. اهلا وسهلا فيك استاذ سامر سيف الدين، رئيس قسم الرياضيات بالمركز التربوي للبحوث والانماء. شرفنا. شكرا لك ايضا الطالب الحائز على الميداليه البرونزيه كريم منير ابي سعد من مدرسه شويفات دوليه. الف مبروك لك من جديد، كل التوفيق لك بالخطوات، بكل الخطوات اللي رح تاخذها بمستقبلك. شكرا لكم واهلا وسهلا. شكرا 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 للبرنامج. مشاهدينا عم تابع سوا ببرنامجنا، ولكن بعد هذا البريك. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا متابعين بلقائنا الصباحي. وهلأ رح نروح تحت نتناول موضوع بهم لكتار من الأشخاص، والله يبعد هذا المرض عن الجميع، تحديدا مرضى السرطان. تحت نتناول مؤتمر طبي عن تطوير ممارسة الفيزياء الطبية وعلوم الأشعة تحديدا لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية. وصار هذا الشيء طبعا برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري بفندق الهيلتون بسنفيل. بصرنا استضيف معي بهذا اللقاء الدكتور إبراهيم دهيني، الفيزياء الطبية، حتى نحكي عن هالإنجاز تحديدا، خاصة أنه هو حصل عام 2016 على جائزة اليوم العالمي بالفيزياء الطبية خلال المؤتمر 22 للفيزياء الطبية ببانكوك بتايلاند. وأيضا هو عضو بالجمعية الأمريكية للفيزيائيين الطبيين AAPM، رئيس اتحاد الفيزيائيين الطبيين بالشرق الأوسط، وأستاذ محاضر بالفيزياء الطبية بكلية الصحة بالجامعة اللبنانية بصيدا وكلية العلوم بالحدث. هو ابن الجنوب الدكتور إبراهيم الدهيني. صباح الخير. صباح النور، ميرسي على المقدمة. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي شوي عن هيدا الموضوع يلي بالنسبة لمرض السرطان هو إنجاز بحد ذاته، خاصة من ناحية التصوير الأشعاعي أو العلاج الأشعاعي يلي قادرين من خلاله تقضوا على مرض السرطان. فكرة سريعة عن هيدا الاكتشاف وعن هيدا الإنجاز اللي حققته للبنان. أوكي. أول شيء بدي نبه أنه نحن الفيزياء الطبية هي اختصاص طبي يعنى باستخدام الأشعة
لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، فهو بين الساينس بين العلوم والطب، وهذا العلاج ممكن يكون عن طريق المكانات العلاجية اللي هي ممكن تكون متطورة جدا. والمؤتمر اللي عملناه هو جبنا ناس من أمريكا محاضرين لحتى يعرضوا علينا المكانات العلاجية والطرق العلاجية اللي تستخدم بأمريكا وبأوروبا. فكان هيدا ملتقى لحتى تثقيف الميديكال فيزيكس بلبنان وبالشرق الأوسط على هدول التقنيات الحديثة. نعم، بما أنه عم نحكي عن هالتقنيات الحديثة بعلاج وتشخيص مرض السرطان، معلي كل الأشخاص اللي عم بتابعونا اليوم رح يعتبروا أنه صار في علاج لهالمرض. نعم. صح هالموضوع ولا لا؟ هلأ هذا ما حدا بيقدر يجاوب عليه بشكل 100%، بس أحد الطرق العلاجية هي استخدام الأشعة. في مثل ما بنعرف في العلاجات بالجراحة. نعم. وبالعلاج الكيميائي، وفي علاج آخر هو باستخدام الأشعة. والأشعة هي عبارة عن فوتونات كتير عالية الدقة بتضرب بخلايا السرطان وممكن تقتل الخلايا السرطانية، وبالتالي المريض بيكون عنده تشانس أنه يشفى من هذا يعني المرض. يعني فينا نستغني عن العلاج الكيميائي؟ لا، هو بيجي اون بارالل، يعني في الاطباء هن اللي بيحددوا اي طرق بروتوكول هن بيحددوه، ونحن اللي بيجي لعنا كعلاج شعاعي بنتبع البروتوكولات العالميه اللي هي موجوده بكل العالم. نعم. هيدي لاول مره بينعقد هيك مؤتمر بلبنان، يعني اول شيء شو اهميه انعقاده بلبنان للمؤتمر اليوم؟ نعم، اول هذا اول شيء لبنان هو مناره العلم والطب خاصة، ونحن بلبنان في عنا 13 مركز علاج شعاعي، يعني 13 مستشفى عندهم هذا العلاج، ويعتبر لبنان من أكثر الدول المتطورة بالمنطقة في هذا المجال. ونحن بلبنان يوجد الآلات الحديثة جدا، ولهالسبب بتشوفي أنه في كتير من المرضى العرب بيجوا على لبنان ليتحكموا، خاصة بالعلاج الشعاعي. وبالتالي هيدا فتح عندي فكرة أنه نحن نجمع الفيزيائيين الطبيين والأطباء من الدول العربية لحتى يجوا على لبنان ويشوفوا التقنيات الحديثة الموجودة بلبنان. وكانت الفكرة تقريبا من شي سنة وتبلورت، وكان في بعض العقبات التقنية وال شو هي العقبات اللي واجهتوها؟ العقبات اللي أول شيء في نحن عنا لأنه المحاضرين هن من أمريكا، وبتعرفي في حظر من الأمريكان اللي يجوا على لبنان، ولكن اجوا على عاتقهم وهن من أصول عربية أصدقاء لإلي، وهن من البروفيشنالز بهذا المجال، عندهم خبرة 40 أو 45 سنة، وهن بيعملوا البورد إكزام، يعني امتحان الكولوكيوم للفيزيائيين الطبيين بالعالم. وكان عندهم كتير شغف أنه يجوا على لبنان لما قلت لهم نحن حنعمله بلبنان، وهيدا الشيء شجعنا أكتر أنه نعمله. ولما رحت لعند الشيخ سعد الحريري قلت له نحن في عاملين مؤتمر أول بلبنان، فكان دغري وافق برعايته، لأنه هو بهم مثل اللبنانيين كلياتهم بهم أنه يكون لبنان منارة لهيدا المؤتمرات العلمية والطبية بالعالم. نعم، يعني لأول مرة كان عم بيكون هيدا المؤتمر موجود بلبنان، ولأول مرة هيك إنجاز طبي كمان عم بيكون من قبل لبناني. نعم. بلبنان، يعني هذا فخر للبنان، هذا أقل الأمور أنها تصير على الأرض على الأراضي اللبنانية. نعم. يعني مش مسموحة تصير برا، هيك بدنا الكل عنا بدل ما نحن نروح ونتعالج بالخارج، لا كمان لازم يمكن جسم الطب اللبناني بيستاهل أنه نوثق فيه ونسلمه حالنا. أكيد غلط. أكيد. نعم، مثل ما ذكرت نحن بلبنان من الدول السباقة بهذا العلاج، وفي تقنيات حديثة موجودة، يعني بتنزل بأمريكا بتنزل دغري عنا، ومش موجودة بالدول العربية حوالينا. وهذا الشيء كمان بيشجع انه الناس اللي اجوا حتى يشوفوا هذه التقنيات ويتعلموا. والشغله الاساسيه انه اكيد ايد وحده ما بتزقف، كان في فريق عمل من يعني الاخصائيين زملائي، وكمان اكيد في ناس من الجامعه اللبنانيه كانوا من المشاركين بهذا العمل، لانه الجامعه اللبنانيه بتدرس هذا الدومين بالحدث ماجستير للميديكال فيزيكس،
فهذا كان كمان اعطانا ادفانتج اكثر انه يكون منظم على صعيد لبنان والدول العربيه. اليوم الدولي للفيزياء الطبية وعادة بيصير بشهر نوفمبر. نعم. وحمل عدة عناوين بالسنوات الماضية. السنة الماضية كان العنوان تحديدا الفيزياء الطبية اللي معالجة السرطان. نعم. ولكن السنة كان الفائدة الطبية لفائدة المريض. نعم. هيدا تقريبا له 5 سنوات، مثل ما في اليوم العالمي للنيرسات للممرضين او اليوم العالمي اللي لحي الله دومين، صار في عنا اليوم العالمي للفيزياء الطبية، وهو بيكون ب 7 نوفمبر 27. هو يوم ميلاد مدام ماري كوري. ماري كوري هي اللي اشتغلت كتير بالأشعة لصالح الطب، وهي اللي اكشولي توفت من بسبب استخدام الأشعة المفرط. فكان هذا اليوم هو بمثابة اليوم العالمي للفيزياء الطبية، وكل سنة بيصير في عنا هدف محدد. هالسنة هو الفيزياء الطبية لفائدة المريض، وإذا فينا نشوف على الشاشة هذا الديزاين اللي هو يعني بيبين المريض وشو الفيزياء الطبية اللي ممكن تعمله للمريض، من معالجة، من اعطاء راديشن سيفتي، اعطاء الدوزات المضبوطة، وهي اكيد بالتعاون مع اطباء العلاج بالاشعة والتقنيين اللي هن بنفسه هذا البروتوكول. ما بعرف اذا موجوده فوق معهم بالكنترول روم على اليو اس بي، ولكن انا معي هالورقه بين ايدي بالنسبه لليوم العالمي للفيزياء الطبية اللي هو بيصادف ب 27 نوفمبر، ومثل ما شايفين بيحمل عنوان الفيزياء الطبية لفائدة المريض. اعذروني على الكتابة بخط ايدي، انا كنت عم حاطة الفيزياء الطبية لمعالجة السرطان، هيدا اللي حملت عنوان السنة الماضية. نعم. اهلا وسهلا، يعني بكل بساطة يمكن المؤتمر بحد ذاته عنوانه واضح. نعم. ولكن اليوم اذا بدنا نفوت بعناوين حملها هيدا المؤتمر، شو هي ابرز العناوين يلي تضمنها وشو هي ابرز التوصيات اللي طلعتوا فيها؟ نعم. الاول شيء يعني البوزيتيف امباكت اللي اخذوا هذا المؤتمر، اول شيء النجاح اللي اثبته، ثاني شيء نحن بهمنا العلم، لانه الطب بده علم، اذا ما في تعلم يعني الطب بيوقف بمحل ثابت، بس كل ما كان التعلم مثمر وعلى صعيد تقنيات حديثه هذا بينتج عنه طب ممتاز. فهيدا كان أول خطوة، إنه نحن بدنا نعطي لطلاب اللي عم يدرسوا هيدا الدومين ميديكال فيزيكس إن كان بلبنان أو بالدول العربية شيء لحتى يوسعوا أفكارهم ويوسعوا معلوماتهم الطبية بهذا الاختصاص الميديكال فيزيكس. فالتوصيات الأولى هي إنه حيكون في تعاون مثمر بين المستشفيات والجامعات اللي هن بيعملوا بيعلموا هيدا الاختصاص، لانه في لازم يكون في تدريب مهني وتقني على هيدا الميديكال فيزيكس، لانه بس تخرجوا الطلاب لازم يكون في عندهم مجال حتى يتدربوا مثل الطبيب. هلا نحن بامريكا، انا تخرجت من امريكا هذا الاختصاص، بس تخرجنا عملنا ريزيدنسي، يعني عملنا تدريب مهني 2 سنين تقريبا بالمستشفى لحتى نقدر نحن نتعامل مع المرضى ونعمل علاجات شعاعيه والبلان اللي بدنا نعملها للمريض. فالتدريب التقني والمهني ضروري جدا لهيدي المهنه، وهيدا اي ثينك حيكون بادر يعني اوليه لحتى المستشفيات بلبنان اللي هن 13 مستشفى حتى يستقبلوا الطلاب اللي تخرجوا من هذا المجال، لأن ممكن يكونوا كمان موظفين بالمستقبل عندهم. نعم. فهيدا أو يعني هيدا أهم شيء هو فتح التدريب. باب التدريب. نعم. لأنه مهنتنا هي لها علاقة بالتعامل مع المرضى، بده يكون في عنا تدريب تقني ومهني على هيدا الاختصاص. مثل ما ذكرت أنه التعاون عم بيكون مع المستشفيات ومع الأطباء. نعم. ونائبة الأطباء طبعا لازم تكون داعمة لهيدا المؤتمر ولهيدا. نعم. المشروع. نعم. وأنتو كفيزيائيين طبيين ما في عندكم نقابة؟ لا. نعم. نحن عنا جمعية. نعم. بسيطة، لأنه نحن عددنا بلبنان لا يتجاوز ال 15 ميديكال فيزيكس، 15 فيزيائي طبي اللي هن بيختصوا بهذا المجال. نقابة حاولنا نعمل نقابة، بس النقابة يمكن بدها عدد كبير.
فالمقترح انه نحن عاملين جمعيه، هذه الجمعيه ممكن نحن نقترن بالنقابه، وهذا كان في فكره انه نعمل مثل اسوسيشن او ارتباط مع نقابه الاطباء، وهذا حنبحثه ان شاء الله مع نقابه الاطباء عم قريب مع وفد من الجمعيه. ان شاء الله بيكون هذا العلاج هو علاج فتاك لمرض السرطان ونخلص منه نهائيا ان شاء الله. ولا اي مريض بيعاني من هذه المشكله ومن هذا المرض. مثل ما ذكرت من شوي دكتور انه العلاج الشعاعي بيترافق مع العلاج الكيميائي لمريض السرطان، يعني لا غنى عن العلاج الكيميائي. هل تم تقييم العلاج الفيزيائي بالاشعه بالنسبه لمريض السرطان بلبنان اليوم؟ نعم، بالنسبة للعلاجات هيدا بيحدده الطبيب، بالنسبة لبروتوكولات إذا كان جراحة أو كيميائي أو أشعة. هلا فينا نحكي نحن عن العلاج الشعاعي، نحن العلاج الشعاعي في الجمعيات العالمية في عندها تقييم لها، وكل بروتوكولات هي بتنتج هي موحدة، يعني كل العالم بيعطوا نفس البروتوكولات، ولبنان أكيد بيتبع هذه البروتوكولات، وفي أكيد كل سنة بيجي تقييم لهذه العلاجات، وفي دراسات وريسيرش أبحاث عالمية بتصدر كل سنة بتقول شو آخر التطورات بهذا العلاج. والعلاج الشعاعي كمان علاج متطور جدا، ليه؟ لأنه في تطور مستمر للآلات المستخدمة، والآلات اليوم حديثة في عدة بروتوكولات، يعني انتقلت من شيء اسمه 3D conformal لشيء اسمه IMRT، يعني العلاج المركز. نعم. لعلاج المركز مع التصوير، يعني المكنة بتعطي العلاج بس تشوف المرض وين، بنقدر نعطي العلاج بشكل محصور ومحدد. هذا بيعطينا ادفانتج انه نعلي بالجرعه العلاجيه لنقضي على الاكثر عدد ممكن من الخلايا السرطانيه ونحمي الخلايا السليمه. فكل ما نحمي الخلايا السليمه ونقضي على الامراض السرطانيه كانت المعدات الجديده او الالات هي هيدي اللي عم تساعد هذه التقنيه الطبيه انه نقضي على الامراض السرطانيه بهذا الاستخدام. دكتور معلش هون بدي احكي بنقطه كثير مهمه، كثير من الاشخاص اللي عم بتعبونا هلا رح يفكروا انه العلاج الشعاعي هو العلاج عبر الاشعه او اليو في او عبر الليزر، هيدا شيء خاطئ. نعم. شو هو العلاج الشعاعي اكزاكتلي؟ العلاج الشعاعي هو باستخدام الفوتونات، الفوتونات هي الاكس راي يعني بنسميها اذا بدنا نقول، او الجاما راي. هيدي الاكس راي عندها انرجي طاقه كثير عاليه، هي هذه بتقدر تخرق الجسم الانسان، وبس تضرب الخلايا السرطانيه ممكن تقضي عليها، بتقتل الخلايا السرطانيه. هو عباره عن اشعه غير مرئيه، يعني المريض لما بنحطه على المكنه ما بيشوف شيء، بيطلع انه يعني بيسمع بس صوت تك تك تك، هيدا الصوت تبع الالكترونات او الفوتونات اللي عم تدخل على جسمه. وهيدي الفوتونات بتدخل بطريقه فيزيائيه وبتضرب بالخلايا السرطانيه لحتى تقتلها. نعم، والمريض يشفى نهائيا؟ هلا في كثير حالات، نعم في عندنا شفاء، يعني له متدرجات. اول شيء بيعتمد على نوع المرض وعلى قديش اي مرحله هو، واكيد على متابعه الاطباء لهذا. وما في ابدا اي رده فعل عكسيه لهذا العلاج؟ بالنسبه للعلاجات بالاشعه اكيد في بعض يعني الردات العكسيه، هي احمرار الجلد مثلا ممكن، بس هذا بيروح بعد فتره. نعم. واكيد هل ممكن العلاج الشعاعي يضرب بعض الخلايا بجسم الانسان مثل العلاج الكيميائي؟ هلا نحن بالتقنيات الحديثه وباستخدام هذه الماكينات الحديثه نحن بنخبي المناطق السليمة، بس بنعطي أشعة قوية على المناطق اللي هي فيها أمراض سرطانية. نعم. فهذا بيساعد أنه ما نأذي الخلايا السليمة قدر الإمكان. نعم. مثل ما ذكرت أنه بالمؤتمر كان في مشاركة عربية. نعم. وعالمية، مين الدول اللي شاركت؟ مين أبرز الدول اللي كانت مشاركة بالمؤتمر؟ تقريبا شارك أكثر من 17 دولة. بذكر منها أكثر شيء هن قطر إجوا بتقريبا شيء 10 من الفيزيائيين الطبيين، لأنه قطر هي حتكون رئيسة الميديكال فيزيكس بالشرق الأوسط، هلأ صار الرئيس هي قطرية، وبالتالي كان في مشاركة كتير منيحة، وكان رئيس اللجنة العلمية من قطر زميلي الدكتور ربيع حمود، كان إجا كتير من قطر. في عنا من السعودية
من البحرين، من عمان، من الكويت، اجى من الاردن، من العراق، من سوريا، من اليمن ما قدروا يجوا، واجا اكيد من المغرب وتونس، المشرق العربي، المغرب العربي اجا عندنا، تونس، الجزائر، ليبيا ومصر. نعم. اجوا. نعم. يعني ابرز الدول العربيه كانت مشاركه. نعم. بالمؤتمر. نعم. واكيد اجا عندنا من ناس من المانيا اجا، ومن بريطانيا، وفي من كندا اجا كمان، واكيد من امريكا. اكيد. نعم. المحاضرين كلهم. نعم. من امريكا. نعم. يعني كل التوفيق لكم بهذه المسيرة يلي من خلالها عم بتجربوا قدر المستطاع تبحثوا عن أمور علاجية لمرض السرطان، حتى نحد من هذه الآفة، حتى فعلا نتخلص بقى من شيء اسمه مرض سرطان وما يعود في عنا خوف، وكل مريض يحس حاله أنه قادر يكفي بحياة طبيعية لأنه في علاج لهذا المرض، مش أنه هذا مرض مميت. نعم. بدنا نطلع من هيدي الفكره نهائيا. نعم. على امل انه ابرز الاكتشافات اللي عم بتقوموا فيها على السنوات المتتاليه تكون يمكن بعد على تطور اكثر، ما حدا بيعرف شو ناطرنا. نعم. لقدام. اهلا وسهلا فيك دكتور ابراهيم دهيني الفيزيائي الطبي، وبدي ارجع اذكر انه كنتوا مشاركين بالمؤتمر عن تطوير ممارسه الفيزياء الطبيه وعلوم الاشعه بمختلف انحاء الشرق الاوسط لتشخيص وعلاج الامراض السرطانيه، من دون ما ننسى طبعا انه برعايه الرئيس المكلف سعد الحريري. شكرا. اهلا وسهلا وكل التوفيق لك. اهلا فيك. ميرسي كثير. شكرا. مشاهدينا فاصل اعلان صغير ونرجع من بعدها. صباح الخير متابعينا بلقائنا الصباحي من احلى صباح، وبدي اذكركم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحاتنا الخاصه، يمكن على الفيسبوك، على تويتر، وعلى الانستغرام. نحن وياكم هلا رح نكون حتى نحكي اكثر عن موضوع بهم الطلاب الجامعيين لما بدهم يخوضوا الغمار الدراسيه، حتى يتعرفوا اكثر شو هو الاختصاص اللي بناسبهم او شو هو الاختصاص يلي لازم يختاروا. اكيد التوجيه لازم وضروري. من هيك رح نحكي اكثر مع المهندس علي عيسى، مدير العلاقات العامة بالمركز الإسلامي للتوجيه العالي، عن مؤتمر نظم تحديدا تحت يوجهوا من خلاله الطلاب للسنة 11 على التوالي تحت شعار لترسم مستقبلك صح. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح النور. يعني بالبداية خلينا نحكي شوي عن هذا المعرض التوجيهي اللي من خلاله عم بتعرفوا الطلاب على الاختصاصات الموجودة بالجامعات وشو هو الاختصاص المناسب لكل طالب. يعني هذا التوجيه هو ضروري ولازم، كيف قدرتوا من خلاله ومن خلال هذا المعرض تستقطبوا أكبر نسبة من الطلاب وتقوموا بالتوجيه اللازم والضروري؟ أول شيء ننطلق من موضوع اختيار الاختصاص الجامعي أو اختيار المهنة بالمستقبل لأي طالب عم ينتقل من المرحلة الدراسية الثانوية للمرحلة الجامعية. بيكون قدام تحدي كتير أساسي اللي هو أنه يعرف شو يختار على مستوى الاختصاص الجامعي، وهيدا عم تواجه مشكلة، عم تواجه كتير من الطلاب، وعم تؤدي أو تبعات هيدي الخطوة إذا كانت خطوة خاطئة بتؤدي لكتير من العوامل السلبية أو نتائج سلبية اللي بتوصلنا لمطرح المطارح، له علاقة بالمستقبل، له علاقة بالمهنة، له علاقة بالبطالة، له علاقة بالمجتمع، بالبيئة، بسوق العمل بشكل أساسي. فنتيجة هيدي المخاوف اللي بتكون موجودة عند الطالب ليختار اختصاصه بشكل صح، لقينا أنه موضوع التوجيه هو موضوع كتير أساسي. التوجيه بيكون على عدة مستويات، على عدة مراحل، على عوامل كتيرة بيخضع لها موضوع التوجيه لحتى يقدر الطالب مطرح من المطارح يختار هيدي المهنة بشكل صح. نعم. يعني انتم عم بتعرفون على الاليات المناسبه لاختيار المهنه الضروريه والمهنه المناسبه لكل شخص، حتى بعدين ما يقول انه انا تخصصت باختصاص ما بحبه او ما بدي اشتغل او ما بحب هذا نوع العمل لانه كنت مجبر انه اقوم بهذا الاختصاص او اتخصص هالاختصاص. لانه العوامل اللي بتاثر باختيار الاختصاص هي عوامل كبيره، منها الميول، منها القدرات، منها سوق العمل، منها الاهل ببعض المطارح، منها الجامعات اللي موجوده عندنا بالبلد، لانه في عوامل متعدده وبتادي بمطرح مطارح اندماجها لهذه العوامل بيوصل على محل انه نختار هذا الاختصاص بشكل صح. كان لازم نوجه الطلاب او لازم نساعد الطلاب بانه يتعرفوا اكثر على الاختصاصات، يتعرفوا اكثر على شخصيتهم، يتعرفوا اكثر على هذه العوامل، على سوق العمل، كيف يتعاطوا مع كل عامل من هذه العوامل المؤثره باختيار الاختصاص لحتى يقدروا يوصلوا لاختصاص بشكل صح. واحد من العوامل مثلا هو الميول، شو بحب الطالب، شو الامور اللي بتستهويه، شو المهنه اللي بحب يمارسها بالمستقبل. واحد منه هي القدرات، هل بيقدر
يمارس المهنة اللي هو بحبها أو لا. سوق العمل وين في عنا اكتظاظ على مستوى سوق العمل بالاختصاصات، وين في عنا سهولة إيجاد فرصة عمل، وهيدي كتير بيعانوا منها الطلاب لأنه في عنا مجموعة اختصاصات صار عنا تضخم بعدد الخريجين، وفي عنا مجموعة كبيرة من الاختصاصات عدد الخريجين عم يكون فيها كتير قليل وهي حاجة سوق العمل. فبالتالي هذا موضوع التوجيه هو اللي بي مثل بوصلة اللي بتوصل هذا الطالب لحتى يعرف هذه الأمور كلياتها لحتى يوصل لمطرح مطارح أنه يكون قادر هو على المستوى الشخصي أنه يختار اختصاصه بشكل مضبوط. المعرض مثل ما حسب ما عم بسمع يعني ممكن يكون بضم عدد من المكاتب، وكل مكتب في توجيه معين للطالب، يعني كل طالب عنده أي سؤال قادر يحصل على الإجابة. صحيح، المعرض بيكون بطريقة مسار للطالب. في مجموعة اختبارات بيعملها الطالب لحتى يتعرف على شخصيته، وهذه الاختبارات هي اختبارات عالمية ودولية معتمدة بكثير من المراكز اللي بتحدد الشخصيات أو اللي بتشتغل على مستوى الشخصية. بيتعرف على شخصيته، بيجي في عنا قطاع خاص بالاختصاصات بيقابل فيها متخصصين من مجالات كثيرة بسوق العمل ليتعرف شو هي تحديات سوق العمل بأي مهنة بيطلبها بيلاقي. في عنا قسم خاص بالأنشطة التجريبية اللي هو بجرب في الطالب شو المهنة، مثلا على مستوى الإعلام بيقعد بيقدر يقعد ورا الكاميرا يشوف شو يعمل مقابلة، يشوف حاله إذا هلأ هو بيزبط بهذا المجال أو لا. على مستوى الهندسة مثلا بجرب، على مستوى التمريض في أشياء كتير بيقدر يمارسها بشكل عملي وواقعي لحتى يتعرف أكثر إذا هو بحب هذه المهنة أو ما بحبها. بعدين بيرجع بيقابل مجموعة كبيرة من الجامعات اللي هن من أكبر الجامعات بلبنان ليتعرف على الاختصاصات الموجودة عندهم، ليتعرف على شروط الدخول، آليات الدخول، نظام الدراسة بكل جامعة لحتى يقدر يوصل لمحل أنه صار متعرف على المهنة بشكل أساسي، وبنفس الوقت متعرف على بأي جامعة بده يدرس هذا الاختصاص اللي بده يدرس حاله. شو أهمية وجود مجموعة من الخريجين المتخصصين بمجال التمعين تحديدا وموجودين صاروا بسوق العمل حتى يعطوا من خبراتهم للطالب؟ لأنه بمطرح من المطارح التخرج من الجامعة ما بيوصل ليقدر الطالب أو الشاب يمارس المهنة بشكل سريع، بحاجة لبعض المهارات اللي بده يقدر يحصلها خلال الدراسة الجامعية. هذه المهارات بتعرف عليها من خلال هود الخريجين ومن خلال هود المتخصصين لحتى يقدر يروح على سوق العمل مرتاح وعارف شو هي الأمور المطلوبة على مستوى سوق العمل، حتى بالنسبة لحتى يقدر يشوف التحديات اللي بدها تواجهه على سوق العمل لحتى ما يفوت على سوق العمل وبعدين ويقول أنه أنا ما كنت عارف أنه بهذه المهنة فيها هذا الشيء أو ما كنت متوقع بهذه المهنة فيها هذا الشيء. فهو بيقابل هؤلاء المختصين بيتعرف على إيجابيات المهنة وسلبيات المهنة لحتى يقدر يروح عليها بشكل مريح. يعني السنة شو بيميز المعرض اللي بيحمل شعار لترسم مستقبلك صح، خاصة أنه السنة الماضية كان عنوانه ليكون اختصاصك 10/10، يعني شو بيميز المعرض السنة عن السنة الماضية؟ هلا نحن المعرض هذه السنة هي السنة السنة الـ 11، صارنا تقريبا حوالي 10 سنين. السنة الماضية كانت السنة 10، هاي السنة 11 مستمرين بالمعرض. المعرض عم يكبر، عدد زواره عم بيزيد. بطبيعة الحال كل سنة التحديات عم تكون مختلفة عن التحديات اللي عم تكون السنة اللي قبلها. موضوع التخصصات الجامعية عم بيكون مختلف بشكل كتير كبير، عم نحاول قد ما فينا ندخل التكنولوجيا بموضوع الاختصاصات اللي هي هلأ الشغل الشاغل على مستوى، عم نعرف على الاختصاصات اللي اللي مطلوبة بشكل كتير كبير على مستوى سوق العمل، سواء عم نحكي عن الاختصاصات العلمية أو الاختصاصات الإنسانية. المعرض بيتضمن عدد كبير من المتخصصين بمجالات مختلفة، عدد كبير من الجامعات، عدد كبير من الناس اللي بيقدر الطالب يفوت لعندهم أو يقدر يستشيرهم بشيء له علاقة بالمستقبل. الشعار لترسم مستقبلك صح كان لأنه المستقبل بحاجة ل طريق واضح وصح، بحاجة لدقة، بحاجة لاستراتيجية، بحاجة أنه مش بس مجرد حبر على ورق وبلحظة عشوائية أو بلحظة واحدة بيقدر الواحد ياخذ قرار المستقبل. 60% من الطلاب اللي بفوتوا على الجامعات بلبنان بغيروا اختصاصهم بالعام الدراسي الأول، وبالتالي عنا عدد كبير من الطلاب نتيجة سوء التوجيه أو نتيجة اختيارهم الخاطئ عم بيضيعوا سنوات كتير من عمرهم لحتى يقدروا يرجعوا بعدين ياخدوا الخيار. نحن عم نقول لهيدا الطالب
فوت تعرف على الاختصاصات، فوت تعرف على المهن، روح تعرف على هل أنت قادر على أنك تمارس هذه المهنة أو لا، تعرف على ذاتك، على قدراتك، على شخصيتك، رجع روح بلش خيارك لحتى تقدر تأخذ اختصاصك. هل من المفضل أنه يكونوا الطلاب جامعات حتى ترسموا لهم التوجيه اللازم خلال المعرض وداخل المعرض؟ يعني إذا كان في شخص رايح منفرد لحاله، هل عم بيكون في توجيه فردي؟ هلا بطبيعة الحال طبيعة الزيارة للمعرض ما بتختلف إذا كانت سواء كانت كمدرسة أو كطالب منفرد، لأنه التوجيه بيخضع له الطالب كفرد أو بيخضع لهم كجماعة. بطبيعة الحال التوجيه الفردي هو أفضل بكتير من التوجيه الجماعي نتيجة الاختلافات والفروقات الفردية موجودة بين الطلاب. كل طالب له شخصيته، كل طالب عنده ميوله، وكل طالب عنده قدراته. لا، المعرض بينزار على مستوى المدارس وبينزار على المستوى الفردي. السنة الماضية كان عندنا إقبال كبير من موضوع الطلاب على المستوى الفردي نتيجة إنه صار الطالب بيشعر بأهمية إنه يزور هيك معارض، يزور المعرض لحتى يتعرف أكثر على قد الوقت بيسمح إنه يكون في توجيه فردي للطالب. نحن عندنا مجموعة من المتخصصين اللي لهم علاقة بالتوجيه الفردي، يعني في عندنا جناح خاص بالمعرض اللي هو للتوجيه الفردي. أي طالب بيكون عنده استفسارات، بيكون عنده أسئلة، بيكون عنده بيقدر يجاوب، موجودين الأشخاص لحتى يجاوبوا على كل استفساراته. والوقت بيسمح لأنه المعرض مفتوح كل النهار، عاملينه كمان جمعة، يعني خميس جمعة سبت. الخميس لا تتسنى زيارة المدارس 13 و 15 من الأول. الجمعة لا يتسنى للطلاب اللي بيعطلوا نهار الجمعة أنه يزوروا المعرض بشكل فردي، والسبت كمان للطلاب اللي بيعطلوا نهار السبت لحتى يقدروا يزوروا، لحتى يكون في عندهم وقت كافي بقلب المعرض. المسار اللي بدهم يمشوه الطلاب تقريبا كم مسار رح يكون فيه داخل المعرض وقدر رح ياخد من وقته؟ هلا تقريبا الزيارة بتخضع حسب يعني عادة لتكون كافية الزيارات تتراوح بين الساعة والساعة ونص لكل طالب. المسار بيخضع له هو في أول شيء قاعة محاضرات بيتعرف فيها على أقسام المعرض، كيفية الاستفادة القصوى من هذا المعرض، شو الأمور اللي ممكن تشوفها بقلب المعرض لحتى يقدر يفوت على المعرض وعارف حاله شو هو المسار اللي بده يخضع له. بيجي في عنا الاختبارات تحديد الشخصية المهنية، اللي هو كل طالب بيخضع لاختبار تحديد الشخصية المهنية بيتعرف على شو هي الاختصاصات اللي بتناسبه على مستوى الميول والقدرات. بيرجع بيروح على مقابلة المتخصصين بمجالات سوق العمل، بعدين بيرجع بيروح على الأنشطة التجريبية، وآخر شيء بيكون شكل وعي عن المهنة اللي بده يمارسها بالمستقبل، فبيروح على القسم اللي له علاقة بالجامعات لحتى يتعرف بأي جامعة بده يدرس هذا الاختصاص. يعني قد سوق العمل اليوم قادر يستوعب هالكمية الكبيرة من المتخرجين، من الطلاب المتخرجين من الجامعات، وشو هي الأبواب المفتوحة بسوق العمل اليوم؟ هلا موضوع الابواب المفتوحه على مستوى سوق العمل في عندنا نوعان من الاختصاصات. اول شيء في عندنا الاختصاصات اللي هي بحاجه لخريجين وعدد الخريجين فيها قليل، على نحكي على مستوى بعض يعني كثير من الاختصاصات الصحيه، شيء له علاقه بتكنولوجيا التعليم، بعض الاختصاصات الفرعيه الهندسيه، هودي بنحكي باختصاص التربيه الرياضيه مثلا، هودي عم نحكي عن اختصاص بحاجه لخريجين، فاي حدا بيتخرج بهذا الاختصاص ممكن يلاقي فرصه عمل بشكل سريع. اما النوع الثاني من الاختصاصات هو اللي بيحتاج لاشخاص متمكنون من الاختصاص، لانه نحن مش دائما عم بيكون الطالب عم يتخرج من الجامعه عم بيكون متمكن لانه يمارس هذه المهنه. نحن مثل ما عندنا بطاله عاليه عندنا احتياجات بسوق العمل عاليه، وببعض الدراسات اللي صدرت خلال السنه الماضيه بتقول انه عدد او الخريجين الجامعات لا يتوافقون مع الحاجات المطلوبه على مستوى سوق العمل، حاجات المؤسسات على مستوى سوق العمل، مش على مستوى الاختصاصات، على مستوى المهارات اللي موجوده عند الاشخاص، على مستوى السكيلز يعني اللي بيقدر الطالب لازم يكون الطالب عم بحصلها خلال دراسته الجامعيه. مش الدراسه الجامعيه هي مرحله تحضير لسوق العمل، مش بس على مستوى الاختصاصي، مرحله تحضير على مستوى الشخصيه ككل. يعني طالب بده يدرس باي اختصاص زي ما كان عنده الكوميونيكيشن سكيلز عاليه او البرزنتيشن سكيلز عاليه، هودي حتى لو راح تخرج باختصاص بحاجه لهودي المهارات ما حيلاقي شغل، رح يضول لحتى هيدي اللي بنسميها انه احنا بحاجه مع خبره،
هي اكثر بحاجه مع كفاءه مش مع خبره. قد ايه مهم انه المتخرج الطالب المتخرج مجددا من الجامعه يكون موجود بهيك معرض حتى يعطي من خبرته للطالب اللي مش عارف كمان وين بده يروح وشو التوجيه اللازم له، يمكن هيك قدر يقنعه اكثر بالاختصاص المناسب اللي بيناسب شخصيته اكثر. صح، بوجود الطلاب الخريجين، طلاب الخريجين او اللي عم يدرسوا الاختصاص اثنيناتهم كمان عاده عم يكونوا موجودين، هو اللي حتى يقدروا يفيدوا الطالب بشكل كتير كبير بموضوع التجربه اللي هن خاضوها، سواء كانوا من خلال الجامعه التجربه اللي هن خاضوها او التجربه اللي خاضوها بسوق العمل. كمان وجود الطلاب الخريجين او الطلاب اللي عم يدرسوا بالجامعه بيستفيدوا من المعرض هن كمان على المستوى الشخصي، لانه المعرض بيوجه كمان طلاب اللي بدهم ينتقلوا من مرحله الليسانس على مرحله الدراسات العليا. كمان هون فتح المسارات والاختصاصات هو كمان بمطرح من المطارح مبهم بحاجه الطلاب ليتعرفوا عليه اكثر، لانه نحن كمان كل ما عم نتدرج بالشهادات اعلى كل ما عم نتقدم بالوقت اكثر، كل ما عم نكون مطلوب هو التخصصات على مستوى الدراسات العليا، فبالتالي بحاجه اكثر لاشخاص من حملات الشهادات العليا اكثر من حملات شهادات الليسانس. لكن بنعطي موعد لكل الطلاب اذا قال راد خميس جمعه وسبت 13 14 و15 كانون الاول 2018 وين؟ بمجمع بلديه الغبيل الرياضي طريق المطار. نعم، اي ساعه تقريبا؟ المعرض بيفتح من الساعه 9 للساعه 4، 9 الصبح للساعه 4 بعد الظهر. 9 الصبح للساعه 4 بعد الظهر. بنستقبل الطلاب من كل المناطق اللبنانيه، حتى المدارس اللي بتجي بتزور عاده المعرض بتزوره من كل المناطق اللبنانيه. السنه الماضيه زار المعرض تقريبا حوالي 10000 طالب. ان شاء الله هاي السنه بيكون على قدر، وكمان بيكون محضرين اشياء جديده كثير للطلاب ينبسطوا فيها. نعم، لكن لازم يحجزوا مسبقا محل الطلاب على المستوى الفردي؟ لا، ما في مشكله، بيقدروا يجوا بدون حجز. المدارس نحن عم نتواصل مع كل المدارس تقريبا، في صفحه على الفيسبوك جمعيه المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي اللي هي الجمعيه المنظمه المعرض، بيقدروا يتواصلوا معنا سواء على الفيسبوك او عبر ارقام تليفونات ويحجزوا كمان. نعم، لازم شو رقم التليفون بدهم يحجزوا؟ 01 نعم 45 374 7774. اوكي، لكن فيهم يتصلوا على 01 45 77 74 حتى يحجزوا اماكنهم، حتى يكون التوجيه هيك مناسب لكل طالب، وبنفس الوقت اذا كانوا جماعات جايين من المدارس كمان هيك التوجيه بيكون ضروري لهم. اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا المهندس علي عيسى مدير العلاقات العامه بالمركز الاسلامي للتوجيه العالي. يا هلا فيك. يعطيك الف عافيه. مشاهدينا رح نروح نحن وياكم حتى نتابع ريبورتاج عن معرض بيت شباب الميلاده وبنرجع. هذا المعرد الميلاد السنوي بيصير ببيت شباب. أنا صار لي هون تقريباً شي 34 سنة، يعني بعد ما جيت لهون بسنتين بلشت أعرض، وكل سنة بنعمل هذا المعرض في كافة الأشغال الحرفية واليدوية. أنا بشترك بتابلوات أكواريل، بشتغل بطريقة شوي إنه مميزة، بوسطة أتيل وبستند على وجهي وبشتغل فيها. بياخدوا وقت بس بالنتيجة إنه عم برسم وعم بعبر ومبسوطة بهالطريقة اللي عم بشتغل فيها. وهيدا الشغل كل سنة نحن بنعمله، بنحضره كذا شهر قبل هلا مشان نعرضهم بمناسبة حلول الأعياد، عيد الميلاد وعيد رأس السنة. هذا الشغل بياخد كتير دقيق لأنه بياخد وقت طويل، ويشتغل بالريشة كله بان ألمان، هيدا ما في أبليك، ما في كادرات. نرجع منسوقه بطريقة إنه الناس صاروا يعرفوا هالشغل قدام ديف وقدام منيح، مشان هيك صاروا بيقصدونا بالمعرض وبرات المعرض كمان، حتى لبرا جالي لبناني بس يجوا على لبنان في اشياء شراشف هي تراثيه كمان بيجوا بياخذوا منها. صحيح هيدا شغلنا، واكيد كل شيء بياخذ وقت، وهيدا بام يعني نقعد
بنصمم الرسمة وبنقعد نشتغلها. أنا صار لي تقريبا بين 24 سنة بهالشغلة، بالسنة مرة هيدي المناسبة الوحيدة اللي احنا بنعرض فيها عيد الميلاد. كل سنة بنحب نجي لهون ونشجع الأشخاص اللي عم تشتغل، لأنه بيعملوا أشياء كتير حلوة كل سنة لكدوية العيد كمان، وكل سنة نحن نجي لهون كل سنة بنحب نشجعون وعندهم أشياء كتير حلوة. كل السنة بيحضروا كرميل هالنهار، وهيدا النهار بيشجعون ليشتغلوا أكتر ويعطوا من حالهم أكتر ويلهيهم عن حالتهم الاجتماعية يلي مرات بتتعبهم، بس يكونوا ملتيين بهالأشغال الحلوة بوجود الناس حواليهم بيكونوا كتير مرتاحين ومبسوطين وبيتخطوا شوي أزمتهم. عم بياخدوا كتير وقت لأنه إذا بتطلع كله معمول مثل الكروشيه، كله أشياء صغيرة وكله فيها ذهب، وللحقيقة اللي موج نحنا منجيبه من باريس ومنجيب كل القصص، يعني عم بتكون كتير مرتبة شغلهم، عم بيكونوا بروفيسيونال، استعمال الألوان، التكنيك، كلهم حقيقة بروفيسيونال الشباب اللي عم بيشتغلوا. ومنطلب من كل الناس تجي تشجعهم لأنه ناطرين دعمهم، يعني هن دفعوا حق الحرب بس نحنا منا نضلنا واقفين حدهم لآخر يوم لأنه كلنا لازم ندفع معهم هالبري. هلأ نحن المعرض بنشتغل عليه تقريبا كل السنة، عنا تحضير له لأنه بنحب نعمل معرض يكون أفخم معرض، مع كل احترامنا ومحبتنا وتواضعنا للشغل بحب بيكون أفخم معرض بلبنان بخصوص الشمع والكاليتي والبارفان وكل شيء بيتعلق بالسهرات وبالأعراس وبالنوال وراس السنة وكل الأشياء بينشغل عليها لينعمل هذا المعرض اللي أنتوا هلا هتصوروه وتشوفوه وتحكوا أنتوا والكاميرا هي تحكي عنه. ميلاد ويسوع بيعطيك القوة والاندفاع والأفكار وكل شيء حب وعطاء للحياة. مشاهدين عودة لكم، عم نتابع نحن وياكم صبحيتنا وين ما كنتوا عم تتابعونا، مرحب فيكم من جديد الى لقاء جديد، وطبعا دائما ضمن الاجواء الميلاديه سوا بنروح الى رعيه السفره لنحكي اكثر عن نشاطها الميلادي وتحديدا عن ريسيتال ميلادي بتحيي جوقه الرعيه. بينضم لنا امين عام المجلس الرعوي بالسفره استاذ حبيب صغير. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك معنا. مرسي حبيب. مرسي. وميلاد مجيد من هلا بنتمنى لكم. بدايه بدي شوي تعرفنا عن رعيه السفره، كنيسة القديسة صوفيا طبعا بالصفرة، اللي عم بتقوم بهذه النشاطات الميلادية؟ رعاية مارجريوس القديسة صوفيا الصفرة، نحن كنيستان برعية واحدة بتضم عدد كبير من الجامعات الرسولية والكشفية وأخويات وغيرها من المنظمات المدنية. بنشتغل على احتفالات سنوية ودورية، إن كان احتفالات الكنسية الكبيرة حسب الطقس المارونة، إن كان على احتفالاتنا نحن الجانبية كمان مهرجاناتنا وإلى آخره. نعم، يعني مجموعة من النشاطات الاجتماعية صح. والدينية الروحية بنفس الوقت. قلت لي في مجموعة من الحركات الرسولية صح. أخويات، لجان شبيبة، أطفال، خبرني عن الحركة الرسولية بالرعية. عنا عائلة الأخويات، أخوية فرسان، طلاء شبيبة وأخوية الأم. عنا الحركة الرسولية المريمية، الكشاف المسيحي، فوج القديسة صوفيا، الجوقة، لجان مساعدات، عنا لجنة المستوصف، بدهم عدد كبير، عنا جماعة إيمان ونور للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة عائلة قلب يسوع، جمعية سيدات مبدعات، عنا عدد كبير من
الجامعات يلي بدهم المجلس الرعوي برعايتنا. نعم، قديش مهم تتعاون كل هيدي الجامعات مع بعضها رعويا لخير الرعيه اذا صح؟ صح، نحن التعاون دايم بلقاءات شهريه نحن بنقوم فيها كمجلس رعوي، بتضم كل مندوبين الجامعات الموجودين، وبنوضع برنامج شهري واوقات لمدى اكبر حسب الاحتفالات. نحن اخر مره اجتمعنا كان كرمال نوضع برنامج عيد الميلاد يلي بنحكي عنه الشهر الميلادي. بعيد الميلاد ثلاث نشاطات اساسيه، 21 22 24 و24 تحديدا. رح بلش ب 21 لو سمحت. 21 ريسيتال ميلاد السنوي، هيدي للسنه الرابعه على التوالي، بتأدي جوة الرعيه برعايه وحضور صاحب السياده المطران انطواني بالعندري اللي هو النائب الوطني العام على برشيد جونه. بتأدي جوة الرعيه بمشاركه الاوركسترا الهارمونيه الوطنيه لموسيقى قوى الامن الداخلي يلي بيقودها الملازم الاول ابن الرعيه جابرييل لطفي. نحن للسنه الثانيه بتنضم لنا الاوركسترا الهارمونيه الوطنيه. وبنقدم ريبرتوار تقريبا 20 ترتيله بضم ترتيل شرقيه غربيه اغاني ميلاديه بحضور اكيد عدد كبير من المدعوين والجهات الروحيه والمدنيه. نعم، يعني مجموعه من التراتيل المتنوعه اللي هيك من اجواء الميلاد بتناسب كل الاذواق، ايضا مثل ما قلت بين غربيه وتراتيل ايضا شرقيه بنفس الوقت. قديش مهم انه جوة الرعيه عم تقوم بهذا الريسيتال؟ نحن جوة الرعيه بتضم ابناء الرعيه والجوار بطاقتنا بقدراتنا بمواهبنا الفنيه وغيرها. نحن عندنا تمرينات اسبوعيه وهلا اكيد مكثفه تحضيرا للريسيتال. ومن قدرتنا وبقوه الله نحن نكون عم نقوم بهذا الريسيتال مثل ما قلت للسنه الرابعه، وان شاء الله مكفيين. نعم، الريسيتال تحت عنوان جئت نورا. قديش اليوم الشق الروحي حاضر واساسي بهذا النشاط؟ مزبوط، نحن اول شيء العنوان من ايه من وحي ريبرتوار تبعنا، دائما بناخذ ترتيله ومنها بناخذ العنوان. السنه جئت نورا، السنه الماضيه كان يا هالارض انحني، في كثير غيرها كمان وحل بيننا. فنحن اكيد بنركز على الشق الروحي بناهي هو تراتيل، ونحن اللي برتل بصلي مرتين. صحيح، فنحن من ريبرتوار تبعنا عم نقل العنوان، ودائما بنحافظ على هذا الجو الروحي. خصوصا نحن بمكان يعني بكنيسه بالنهايه. تمام، صح، تمام. ونحن بنركز على التراتيل. في تأملات ضمن الريسيتال؟ تأملات روحيه، كلمات لجهات رسميه اكيد ضمن الريسيتال. بس اكثر هيك بنترك الوقت للعالم تكون عم تستمتع معنا بالتراتيل. تصلي عبر صح عبر التراتيل. ما فينا نتجنب الكلام. هذا ب 21. صح، ب 22 شو رح يكون في عندنا؟ 22 حفله ميلاديه للاطفال برعايه وتنظيم لجنه جلو، واكيد مشاركه كل جماعات المجلس الرعوي. الحفله الميلاديه بتضم مفاجات كثيره، بتبلش اول شيء بمشاغل يدويه، كمان رح يكون في توزيع هدايا، في كمان عندنا تياتر لونا رح تكون عندها فتره ساعه تقريبا مع الاولاد، يعني تقريبا حفله كلها سوا ثلاث ساعات والدخول مجاني. مجاني والدعوه عامه للكل. وين رح تكون الحفله؟ رح تكون بصالون كنيسه مارجرياس، وريسيتال بكنيسه القديسه صوفيا. نعم، والدعوه للاطفال من اي عمر؟ تقريبا من الثلاث سنين لل 12. لل 12 13 سنه في كلهم موجودين وعم يستفيدوا من الاجواء الميلاديه المخصصه للاطفال. بنتقل انا وياك الى 24 شهر تور دو نويل تحديدا. صح، 24 شهر تور دو نويل كمان سنويه وعريقه عنا بالرعي. يعني تقريبا 15 سنه نحن بنقوم فيها. اخويه فرسان العذر هي بتقوم فيها، وبتتوجه لابناء الفرسان تتكون عم تعيدهم بهديه بتوصل على بيتهم. كمان السنه بالتعاون مع عائله الاخويات، وبنفس الوقت بشوارع الرعيه بيكون في حواجز محبه بنظموها شباب وصبايا الكشاف المسيحي فوج القديسة صوفيا. نعم، لكن تور دو نويل هي عبارة عن توزيع هدايا على المنتسبين إلى أخوية فرسان. صح، مزبوط. الفرسان الرعية بنخلق هيدا الجو بقلب الرعية، جو الميلاد، أجواء محبة، أجواء ميلادية. صح، زينة، موسيقى ميلادية، يعني هيدي الأجواء الحلوة. قديش اليوم الرعية بزمن الميلاد بتكثر أنشطتها، يعني بزيد النشاط وبنفس الوقت يعني بتزيد الحماس؟ صح، صح، كل الرعية بتزيد نشاطها بهيدي الفترة، وهالفترة عيد الميلاد هو عيد كله معانا. نعم، نحن بنقدر نجسده برسالتنا الروحيه بقلب الكنيسه، واكيد على صعيد المنطقه كلها سوا من خلال نشاطاتنا بنحافظ على تجسيد هذا المعنى الروحي للعيد من خلال المجيء. قديش مهم التعاون بين الجامعات، المجلس الرعوي وكاهن الرعيه بنفس الوقت؟ قديش انتم فرد جسم اذا صح التعبير؟ صح، 100%. نحن شعارنا جسد واحد روح واحد ولنا رب واحد. نعم، مثل ما قلت لك نحن بلقائتنا الشهريه بنكون عم ننسق لبرنامج شهري او شهرين، بنوضع فيه كل نشاطات الجامعات بطريقه ما يكون في اي كونفلي يعني بالوقت بين نشاط جامعه ونشاط اخر. مثل قلت لك يعني لقائتنا كثيرة ضمن ببحر السنة، إن كان بالاحتفالات الكبيرة مثل عيد الميلاد، عيد الفصح المجيد،
ريسيتال ميلادي اللي هو السنوي، اعياد شفيعي الرعيه، مارجريس قديس صوفيا. فبرنامج طويل على مدى السنه بلقائه مشاهير، يعني ان شاء الله دائما بهذا النشاط وبهذه الحيويه. ريسيتال اي ساعه رح يكون؟ على الساعه 8 على الساعه 8 المساء بكنيسه القديسه صوفيا تحديدا. الدعوه عامه طبعا لكل الناس. انا رح اذكر انه نحن ب 21 الشهر على موعد مع ريسيتال الديني بيحمل عنوان جئت نورا، 22 امسيه مخصصه للاطفال، وتور دو نويل ب 24. صح الله يرضى. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك حبيب صغيب امين عام المجلس الرعوي بالصفرة. شكرا لك على حضورك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا ايضا عم نتابع سوا ببرنامجنا الى فقرات عديده ومتنوعه، ولكن بعد هيدا البريك. صباح الخير عن جديد لكم متابعين بصبحيتنا من احلى صباح. ولانه الطالب هو هدفنا الاساسي وتوجيهه هو كنز لمستقبله، فراح نروح نحن على كافه المناطق، نشمل كافه المناطق خاصه بمعارض توجيهيه. من هيك اليوم معرض ثاني راح نحكي عنه بصبحيتنا، معرض توجيهي ببلديه انصار مع المهندس علي فياض رئيس البلديه. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك ولكيب العمل اللي معك، واحلى صباح لمشاهدين تلفزيون لبنان خص أهل بلدتي. أهلا وسهلا. عرفنا بما أنه حضرتك رئيس بلدية أنصار، عرفنا على هالبلدة تحديدا، وين بتوقع قضاء النبطية؟ بلدة أنصار هي بتوقع بقضاء النبطية، تابعة لاتحاد بلديات الشقيف، تبعد عن مركز المحافظة شي 15 كيلومتر، وعن مدينة بيروت حوالي 75 كيلومتر. بترتفع عن سطح البحر إذا بتحبي كمان بحدود 350 متر. بلدة جميلة جدا، مساحتها الجغرافية تتجاوز 26 ألف دنم، عدد سكانها يتجاوز أيضا 18 ألف 20 ألف نسمة. صار بلدة أكبر من قرية وأكبر من بلدة وأقل من مدينة. نعم، وهيك بنفس الوقت بتكونوا من خلال المعرض التوجيهي اللي عم بتقوموا فيه تحديدا برعاية البلدية عم بتساعدوا الطالب بمنطقة الجنوب حتى يكون في عنده توجيه خاص لدراسته الجامعية. صحيح. خلينا نحكي شوي أكثر عن هالمعرض التوجيهي الأول للجامعات اللي رح يصير نهار الخميس ونهار الجمعة 13 و14 كانون الأول. شو في بهالمعرض؟ شو بضم المعرض؟ بتسمحي لي قبل ما فوت على قصة المعرض، ما في شك إنه البلديات عندها واجب أساسي في إدارة شؤون المحلية اللي بتكون خاضعت له. دائما يمكن تعودنا إنه بلديات تروح باتجاه العمل الأشغال من بناء حائط وتصفيت و و و. بلدية أنصار من ضمن البلديات اللي عم تهتم جدا بمشاريع عديدة ومتشعبة، الزراعة، الصحة، البيئة وغيرها. ولكن اليوم الثقافة ومن ضمن الثقافة هي الأساس، لأن الثقافة هي بتسعى لبناء الإنسان. وبناء الإنسان أمر ضروري جدا، ما نفع الحجر إذا لم يكن هناك إنسان يسكنه يعني بالنهاية أو يستعمله. فبناء الإنسان هو أمر ضروري. بغياب للأسف مخطط إرشادي أو توجيهي من قبل الدولة اللبنانية في كيفية بناء هذا الشخص، نحن على صعيد البلدي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي قمنا لربط حلقة أساسية اللي هي ما بين تخرج الطالب من المدرسة أو الثانوية والوصول إلى الجامعة لبناء ذاته وبناء التخصص اللي بده يفوت يعمله ليشوف شو في فرص عمل متاحة. تعودنا فيما مضى دائما يكون التوجيه نحو الهندسة أو المحاماة أو الطب أو مشاكله، حاليا في اختصاصات كتير موجودة. هلأ نحن بهذا بالمعرض التوجيهي على صعيد البلديات، أول بلدية أعتقد على صعيد الجنوب بتقوم بهذا المشروع، لأنه هيك مشروع مكلفي جدا، مكلفي من ناحية تنظيمها والعمل فيها ودعوة المدارس والثانويات. أضف لشغلة، نحن خلقنا فضاء واسع للجامعات على صعيد الجنوب أنه يشاركوا بكلفة قليلة جدا 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 حتى لا تذكر، نفتح له المجال. هذا الموضوع لن يكون مثل تسويق للجامعات بقدر ما هو مثل ما قلت ببداية حديثي، هو ربط هذا الطالب بالاختصاص اللي بده يعمله ولوين رايح بفرص العمل اللي جاي. نعم. الحقيقة المعرض التوجيهي أكل وبذل جهد كتير من الإكيب العامل فيه، لأن البلدية أخذ على عاتقها هذا الموضوع. بالعادة جرت العادة أو ما زالت أنه في معارض تقام على صعيد كبير، والجامعات تكلف عناء الفتل على كل مدرسة وكل ثانوية من أجل حث الطلاب للمشاركة بهذا المعرض، وتدفع تكاليف باهظة أنه تكون موجودة هي ويكون عندها ستاند. نحن الحقيقة بأقل، مثل ما قلت، بأقل كلفة قدرنا نوجد هالجامعات اللي هن عبارة عن 10 جامعات و17 ثانوية. مقدر عدد الطلاب اللي حيجوا بحدود 1000 طالب.
انتم رحتوا على الثانويات وحكيتوا مع الاداره مع الجامعات ايضا مع الجامعات. في عندنا اكيد مؤلف من اللجنه الثقافيه عندنا بالبلديه اللي بشكرها على المجهود اللي بذلته على راسها الاستاذ علي عاصي والاكيب اللي معهم ضمن اللجنه الثقافيه، وبشكر اكيد امين سر المكتب اللي عندنا الاستاذ وفاء فياض، حقيقه بذلوا جهد كثير كبير ومضني وشاق ليقدروا يقنعوا هالثانويات انها تشارك، وكان في تقديمات من البلديه للنقل حتى ببعض المجالات. يعني النقل مؤمن. النقل مؤمن من الثانويه، وكمان لتقدري تحكي مع الاداره انه في ساعات، لانه نحن اذا بتلاحظ نهار الخميس بيكون دوام. وهذا الدوام يعني في فتره بده يترك الطلاب المدرسه ليروحوا يشاركوا. هذا كمان مجهود وفي مغريات. ولكن بدي طريقه عم ترسموا مستقبلهم وعم بتساعدوهم حتى يختاروا المهنه الصح. صحيح، لانه كمان في مقدم من قبل الجامعات منح. هيدي الشغله الجامعات اللي منح للمتفوقين بالدرجه الاولى فيها بحوالي 30 منحه 100%. وفي منح جزئيه. شو المقصد بمنح جزئيه؟ المنح الجزئيه يعني بتنزل عن 100% بتوصل لل 70 60% 80%. لمين تقدم هيدي المنح؟ هلا نحن فينا نقول للمتفوق بالدرجه الاولى، وفي الدرجه الثانيه الاقل اللي اكثر حاجه، يعني في كثير ناس بمجتمعنا ما عندها القدره انه تتعلم او تفوت على جامعه. هذا الموضوع لازم يكون في لفته، نحن كبلديه عندنا التفاته هذا الموضوع، عم نساهم اكيد مع احزاب مختلفه بتساهم بالمنح، ولكن لتكون عبر بلديه. والشغله الاساسيه هون انه مش بس فقط على بلديه انصار، نحن متوسعين جغرافيا على صعيد الجنوب ككل. هذا الموضوع موضوع جيد بحفز الطالب اول شغله انه يكون متفوق بمدرسته لانه عنده رغبه على العلم، حنأمله نحن نقدر منحة 100%. هذا شغل كتير يعني معقول ما يكون في هيك انحياز لابن بلدة الأنصار؟ هلا بالدرجة الأولى هلا بس تيجي الجامعات تقدم منح للمتفوقين، نحن ما في شك إنه عندنا كتير متفوقين ببلدتنا وبنثنيهم وبنشد على إيدهم. ولكن بناء الإنسان لا يقتصر على مجتمع محلي صغير، بناء الإنسان لازم يكون متوسع أكثر، وما في عندنا مشكلة بالعكس. أي واحد بيتعلم هو لصالح هذا الوطن، لصالحنا. الانسان المتعلم والمثقف هو ضروره بهذا المجتمع، هن الاجيال المستقبليه للبلد، هي اللي بتحكم بالنهايه. نحن بهمنا اكيد، انتم بهمكم ونحن كمان بهمنا كشباب. ما في شك ما في شك ما في شك. اذا بدنا نحكي شوي عن هذا المعرض اللي هو رح يصير نهار الخميس والجمعه 13-14 كانون الاول، اي ساعه بيفتح ابوابه للطلاب؟ لاي ساعه بيبقى؟ نهار الخميس حيكون في الافتتاح. طبعا وزاره التربيه حتكون مشاركه، وفي دفش شخصيات حكما مع ادارات الجامعات، حيكون في كلمات فيه. التلفزيون الكريم حيكون نائل هذا الموضوع. نهار الخميس من 5 لبعض الظهر للساعة 4 تقريبا، والجمعة كمان. هلا بنتمنى نحن يكون أكثر، يعني إذا بدك تجيب عدد طلاب أكبر بده مهلة زمنية أكثر، بده 3-4 أيام. هلا نحن أول تجربة، بنتمنى لها النجاح بالدرجة الأولى. إذا كان في نجاح لهذا المشروع إن شاء الله بالسنة القادمة حيكون أوسع وأوسع. التوجيه كنت عم تقول هو توجيه جماعي، يعني لعدد من الطلاب عم بيكونوا رايحين من قبل الثانوية، ولكن إذا كان الشخص حابب يروح منفرد حتى يحصل على التوجيه اللازم، قادرين تستقبلوا؟ 100%. الأبواب أبواب انصار بالدرجة الأولى مفتوحة لكل إنسان عنده رغبة بهذا الموضوع. هو المركز مثل ما قلنا موجود بالسوق التراثي الشعبي اللي هو تابع لبلدية أنصار. في عنا قاعة كتير كبيرة وقلبنا نحن كتير كبير بساع الكل، فأي شخص حابب يجي وعنده رغبة انه يتعلم ويشوف اهلا وسهلا فيه. أكيد السوق التراثي الشعبي يعني اسمه لحاله بيحكي. نعم. هو سوق تراثي وشعبي بنفس الوقت. نعم. شو بدهم هيدا السوق وهل افتتح؟ السوق التراثي الشعبي هو سوق أنجز في 2013. ما استكمل على الآخر. البلديات المتعاقبة من 2013 لليوم دور بلديتنا نحن قدرنا نأمنه مبلغ من المال لإعادة تأهيله، لأنه أي شغلة بس توقف فترة من الزمن وما تشتغل بيصير فيها شوية بدها إعادة تأهيل. تم تأهيله وتم عرض بالدرجة الأولى على المجتمع الأنصاري، خلينا نقول بحب يكون عنده محل بهذا السوق. المهن اللي فيه تختلف، يعني أنا ما حروح أفتح سوق تراثي مؤلف من 35 محل كله قهاوي أو كله مطاعم، لا. طبيعي المهن الحرة أو الحرفية هي إلى الدور الأساسي بهذا المشروع. وبنقي وبكون في تنقية. هلأ في حال صار في فائض عن بلدية أنصار، الضيعة المجاورة لأن بدأت تشارك أهلا وسهلا فيها. يعني
يعني ازحتوا الغبار عن المهن التراثيه القديمه اللي ماتت. هذا المقصود من السوق التراثي الشعبي. نحن لازم يكون في مهن حرفيه موجوده داخل هذا السوق لاعطاء شكله واسمه. في شغله اساسيه كمان بمشروع السوق التراثي، انك عم تخلق فرص عمل لعيال. يعني نحن على سبيل المثال خطتنا انه يكونوا ناس لبنانيه فقط عم يشتغلوا فيه، تحدد على هذه النقطه. انت عم تخلق فرص لعائله، فانت تخيل عم تخلق فرص ل 35 عائله، هون 35 عائله بخضم البطاله الموجوده عندنا والوضع الاقتصادي المتازم، انك تخلق فرص عمل. هذه شغله بتكون بلديه انصار رغم ضيق الامكانيات المتاحه لها، مش لها فقط، على صعيد البلديات ككل عم تعمل شيء، عم تقدم شيء لأهل بلدها. نعم. مش فقط بناء حجر مثل ما برجع بذكر، هو حياته وزفته وأمور تانية وأخرى. نعم. يعني هذا المشروع كتير أعتقد حيكون إيجابي لبلدتنا، وهيدي بنفس الوقت سياحة بيئية داخلية عم تشجعوا من خلال يمكن الأشخاص يلي حابين يمارسوا المهن الحرة يلي مع الوقت اندثرت وماتت ترجع. أعاد تحيئة. نعم. أعاد تحيئة. شغل كتير بنتمنى أنه يكون في مشاركة في هذا السوق. الافتتاح تبعه ان شاء الله حيكون، حتى لو افتتحنا هلا نحن السوق، رجل نزلت العالم فتحت المحلات فيه، الافتتاح الرسمي ان شاء الله حيكون فصل الربيع. نعم. بما انه البلديه هالقد نشاطاتها اسم الله. نعم. عديده ومنوعه ومتنوعه، هذا المخطط التوجيهي اللي كنتوا حابين تقوموا فيه من الناحيه الثقافيه من خلال المعرض يلي عم بتقوموا فيه بتوجيه الطالب للاختصاص المناسب بدراسته الجامعيه، شو النشاطات المتبقيه بالبلديه اللي ناطرتنا لقدام؟ هلا في قبل ما تكون ناطرتنا لقدام في اشياء انعملت قبل، حقيقه نحن موضوع الثقافه عندنا اخذ حيز كثير كبير. نعم. هذا الموضوع بيعود لتفاهم البلديه ونظرة البلدية بالمشاريع اللي عم تقوم فيها. يعني الحمد لله موفقين بمجلس بلدي كريم والريس معنا مجلس بلدي عندنا نحن بضم 15 عضو. الحقيقة في تفاهم وفي تجاوب ممتاز وفي رؤية، في رؤية مستقبلية. طبعا البلدية بمطرح ما بتاخد حيز عائلي، فالحمد لله احنا بس فتنا على البلدية كل واحد خلع ثوبه العائلة وحطه برا واعتبر حاله ابن هالضيعة وابن هالبلدي اسمه انصار، وكله عم يشتغل من اجل مصلحه هالبلدي. فكان في موضوع الثقافي تحديدا كوننا عم نحكي عن هذا الموضوع، لانه اذا بنفوت بمجالات اخرى منا شي ساعه لنحكي ويمكن معناش وقت. نعم اكيد بتمنى يكون عندنا وقت نحكي فيه بركي بلقاءات قادمه، لانه في عندنا مشاريع بيئيه. نعم. عندنا معمل فرز، عندنا ابار مي، عندنا كثير امور. بموضوع الثقافي قمنا بنشاطات عديده. نحن عندنا دورات مستمره من ناحيه المهن، من ناحيه الحرفيين، من ناحية اللغات، من ناحية الروبوتكس. حتى شاركنا بإحدى السنتين الماضيين. نعم. وطلعنا بالمرتبة الثالثة وأول مرة كنا مشارك فيها. عندنا تكريم كان للإعلاميين بفترة بنصار، تكريم للطلاب المتفوقين. عندنا توقيع كتب ما كانت تصير بالبلدية قبل سابقا، كان في انفتاح على الجميع. نعم. وهذه الشغلة بتخلق احتكاك مع المجتمع المدني الأنصاري، وهذه شغلة كتير إيجابية وكتير منيحة إنك تتعاطي مع كل الناس بغض النظر عن لمن تنتمي او لمن تكون عائلتك، عم تعاطي مع كل الناس. نعم. وهذه شغله ايجابيه جدا. مشاريع البلديه بموضوع ثقافي جدا جدا واسعه. المشاريع المستقبليه دائما حنكرس الشيء اللي عم نقوم فيه سابقا. هذا المعرض اذا نجح حيكون خطوه نوعيه على صعيد انصار وعلى صعيد الجنوب. نتمنى انه يتكلل بالنجاح، ونتمنى انه المشاريع نحن مستمرين فيها. نعم. ما في شيء جديد بقدر ما انه الافكار، الفكره بالنهايه حقها مصاري. اي فكره بتجي جيده بهذا الموضوع احنا مستعدين نفوت فيها. هذا كمان تخطيط استراتيجي لكسب اهل المنطقه وبنفس الوقت لنشر الثقافه. هلا كسب اهل المنطقه من ناحيه نحن اولاد المنطقه. نعم. نحن ناسها واهلها، ان كنا بالبلديه او ما كنا بالبلديه. بالنهايه هو اهلنا، وهو يا اخواتنا يا ابائنا يا اولادنا. فطبيعي جدا انه الانسان ما يفكر بتفكير محدود انه وجودي بالبلديه هو نتيجه الشغل او غير الشغل. لا بالعكس، لازم كل انسان يجي على البلديه ما ياخذها بشكل برستيج، يكون عملي ويكون يقدر شو ما في يقدم خدمات لاهل بلده يسعى فيها، يفكر انه عم يخدم حاله قبل ما يكون عم يخدم غيره 100%، لانه الرابط لنا العائله للبي والقي والابن هو نحن، هو جزء من مجتمعنا. الاشخاص اللي حابين يحجزوا اماكنهم لحتى يشاركوا بالمعرض التوجيهي، انتم رحتوا رجع على المدارس وعلى الثانويات وحجزتوا الطلاب وحجزتوا الادارات لحتى تشارك معكم بهذا المعرض. نعم. ولكن اللي عم يسمعنا هلا يمكن حابب يشارك، هل الفرصه سانحه وكيف يتواصلوا معكم؟ على صعيد الجامعات معش الفرصة سهلة نحكي بصراحة. نعم. لأنه الجامعات اللي شاركت، هلا في جامعتين يمكن على صعيد الجنوب
قالوا نحن اول مره انتم بتعملوه خلينا نشارك سنه الجاي ليعملوا تجربه. نعم. ان شاء الله بيكونوا لهم مطرح سنه الجاي. يعني رح يكون في معرض ان شاء الله اذا هذا المعرض تكلل بالنجاح. نعم. بالعكس خطوته ممكن تكون اكبر من الخطوه اللي عاملين فيها هلا. طبعا اي فكره بتولد صغيره وبتكبر. نعم. مع الوقت ومع الزمن. النجاح هو انك تبلشي السلم من اوله، بس نطلع على هذه الدرجه ونحقق نجاح ونقدر نكسب الجامعات والطلاب ونلاقي في افاده، اكيد في توسيع. بالنسبه لحدا اللي بده يشارك من برا، مثل ما قلت انا باب صار مفتوح للجميع، كجامعات ما عادش فيها تشارك. نعم. كطلاب اهلا وسهلا بكل واحد. كيف فيهم يتواصلوا معكم؟ في رقم تليفون يتصلوا خلاله؟ في رقم تليفون بس مش حافظهم انا هلا يعني. نعم. في رقم عندنا البلديه 07 500 980. نعم. بتواصلوا على البلدية وقادرين نحن نعطيهم أرقام القائمين على هذا الموضوع أو بلدية يعني الناس اللي عم تتابع. نعم. هذا الموضوع قادرين ترشدون أكثر. طبعا لكن أرجع أذكر برقم التليفون اللي هو 07 500 980. نعم. لكل الأشخاص اللي حابين يشاركوا خلال الدوام الرسمي. عم نحكي نحن أكيد خلال الدوام الرسمي اللي هو من 9 إلى 4 بعد الظهر، ولكن عم نحكي نحن فقط عن المشاركة الفردية، ولكن الجامعات الاماكن خلص صحيح لانه كل واحد بده ياخذ ستاند يحجز لحاله ستاند ماش في حجزت كلها. هلا نحن حتى مشاركين الكليه الحربيه وهيدي شغله ما بتصور جامعات تانية عملتها، لانه الطالب بس بده يروح يختص، في ناس حابه تعمل ضباط، في ناس حابه تفوت على الرتبه. نعم. فانت عم تخلق فرص انه الانسان يكون عنده القدره انه ينقي الاختصاص اللي هو بحبه. يا ريت نحن بنوصل لمرحله بنعلم اولادنا يعملوا الشغله اللي بحبوها، بس الانسان يعمل الشغله اللي بحبها بينجح فيها. صح. اما نفرض عليه اعمال هيك او هيك او هيك، اعتقد انه بمطرح ما حيكون يفشل فيها. بنتمنى كل انسان يعمل الشغله اللي بحبها. ما هو ايام الاهل كمان بيلعبوا دور هون باختيار الاختصاص، ليه تتركوا اولادهم يختاروا الاختصاص اللي هن بيحبوه؟ يمكن شوي ذكرت انه التكلفه يمكن تكون عاليه لهالتخصص بالذات، او الاختصاص يكون موجود بجامعه خاصه وغير رسميه كمان كلفته تكون باهظه الثمن، ولكن انتم قادرين تساعدون من خلال المنح اللي عم بتقدموها لهالطلاب. ما ندعي الكل يشارككم بالمعرض اذا الله راد نهار الخميس والجمعه 13 و14 كانون الاول من 9 إلى 4 بعد الظهر بالسوق التراثي ببلدية أنصار. نحن بنتشكركم أول شيء، بنتشكركم على هذه المقابلة. في شكر أنا بدي وجهه. تفضل. لأنه نحن كنا بفترة من الفترات في الجنوب اللبناني، إذا بدنا ننزل على مدرسة ننزل يا عصيدة يا مش عارف لوين بنروح. هيا بنشكر مفجر فينا ثورة رفع الحرمان وبناء الإنسان نحو الأفضل الإمام مغيب سيد موسى الصدر. حقيقة يعني هذا موضوع ضروري، وبنشكل دولة الرئيس نبيه بري على ما تم إنجازه من الثمانينات لليوم من بناء مدارس، كل هذه المراحل وصلتنا لهاليوم لنحن قادرين فيه نوصل لمرحلة نوجه الطالب شو بيتخصص. نعم. لأنه نحن ما بدنا نحكي بالسياسة، ولكن بالزمانات كانت القصة إذا فلان عم يتعلم التاني مش لازم يتعلم. نجاح أي إنسان أو أي قائد هو بأنه يخلي الناس تتعلم ويصير عندها انفتاح، وهذا دليل على عزة نفسه وكرامة وكبرياء عالي جدا جدا، لأنه ما بتخاف، الإنسان بيخاف من المتعلم، فما كان في خوف من المتعلم، بالعكس ابن جنوب بيستحق أنه يتعلم، بيستحق يتعلم مدارس جيدة، بيستحق يكون عنده جامعات. وهذه شغلة كتير ممتازة وكتير جيدة، ونتمنى الخير لوطننا كله، ونتمنى يصير في توحد. الخير والعطاء لما يكون الانسان عم بيعطيه بيكون عم بيعطيه من ذاته كانسان قبل ما يكون سياسي. بالعكس اللي عم يعملوه عم بيعملوه لاهل المنطقه لاهل الجنوب. صحيح. لكل انسان هو بحاجه. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك المهندس علي فياض رئيس بلديه انصار، وشكرا لوجودك. ميرسي كثير. مشاهدينا رح نروح انا وياكم حتى نتابع هلا الفقره الثابته اللي بتنطروها كل نهار اثنين مع ساره كيروز بهيدا الفيديو. مشاهدينا هاي حلقتنا اليوم رح تكون تنشوف كيف نكون ترندي وتكون عمرنا مش 20 و30. رح تكون عم تشوفوا هلأ بالمحل معي انه على كل الاشخاص والسيدات اللي بيحبوا يبيلشوا يبينوا مرتبين بنفس الوقت ترندي، في طريقة كمان حتى لو بالشتوية. رح نكون عم نشوف اول شيء اكيد السيدة بهمها كمان تكون لابسة بدفة، من هيك رح نشوف الترندز تبع الكل هولي، شو الالوان الحلوين تاين لبسوا مع سكيرتس او مع بليزرز. لكل الاشخاص رح نقول نحن فوق ال40 تقريبا بيقدروا يلبسوا نوع الكوهولي بوردو او حتى البلو مارين.
والقصص المفتوحه كمان بيحبوا كمان السيدات يلبسوا مثل ستيل فيست مفتوحه مع شويه بايات. دونك رح تصيروا تشوفوا الفرق عن حلقتنا الماضيه بالترندز، انه دائما قصص كلاسي اكثر، كلاسيك وناعمه مش جريئه. هون عم نشوف كمان الازرق مع السيلفر، وقت بده يكون في لمعه بالكنزات فيها تكون موجوده بس بتكون كثير ناعمه وبيكون بدفي اكيد، بينلبس بالنهار اذا سيده لبسته مع بنطلون بيريحها، او بينلبس بالليل اذا حدا كمان بده بالليل بعشاء يقدر يلبس هيك كنز. عم نشوف كمان ترند يلي هي اللي بتجي كنزه خفيفه كثير ناعمه بس البايات بنلاقيها على الجوانب. على الايدين بيصير في بايات مثلا هون احمر على احمر. الترند انه تو كولرز يكونوا مثل بعضهم، لونين على بعض. في ناس كمان تحب تلبس الجاكيت البلو مع البوتون، دونك يكون في كمان ازرار. هي اكيد بيرجع لكل شخص كيف عم يلبسها وشو بيحب يلبس مع الكنزه، بس مهم نعرف انه اكيد بالشتويه ملائم نكون عم ننقي كنزات لانه تكون بدفو، بس مش يعني بيكونوا مش على الموضه. مثلا مثل هون فكره ازرار الكتير كبار الجولد، هيدي ترند مهضومه بنفس الوقت ملائمه لهالعمر. عم تلاقوا في كتير احمر اكيد بهالسيزن لانه الاحمر بنحسه كتير موضه هلا لسيزن الاعياد. دونك هون بتشوفوا مثلا كل الديزاين بالكم كم واحد، دونك هذا الستيل الاسيمتريك يعني كتف شيء كتف الثاني غير ستايل. هون عم نلاقي البيرل مع الحبوب كمان اللي فيهم مثل الدياما اكيد كستايل. سو هي بتصير حتى لو كنزه بتصير فيها تنلبس بالليل بس من ورا الديتيلز يلي على الكم. اكيد يوجولي مع هيك الوان قويه محبس تنلبس مع الوان ريكزه، يعني بس الكنزه تكون لون احمر من تحت بنلبسها مع اسود كحلي بيج ابيض، بس ما بنفوت بلون ثاني كثير قوي لانه رح يصير تو ماتش. دونك هون عم نلاقي ريور على الكنزه في هودي السترايبس بس لونين مثل بعض، دونك عندكم شقفه منه فيه جليترز شوي لمعه، شقفه ثانيه مات بلا لمعه. أكيد في ناس كتير بحبوا الأسود والأبيض بيلاقوا سيف وبيلاقوا راكز وكلاسيك. الأشخاص بتحب تلبس بليزرز، one of the trends أكيد أوفر سايز بليزر بنلاقيها شوي واسعة شوي طويلة، بنفس الوقت الريجور البيضة بتعطيها ستايل حلو بلا ما تكون أوفر ترندي رح نقول أو أوفر للجن. دونك بهالطريقة بيطلع حلو اللوك وكلاسيك بنفس الوقت. أكيد في ناس كتير بحبوا ينقوا الأبيض بيلاقوا انه بيطلع مرتب وبيطلع حلو بهالسيزن، كمان سبيشلي بهالشتويه الابيض كثير موضه، نحن معودين ابيض عاده كان يكون للصيفيه، هالسنه بنلاقي انه كثير في ابيض حتى بالشتاء، سو من هيك كنزه بيضاء مع البيرلز والديامون كمان كثير كلاسي ومرتبه. رح نشوف الالوان القويه كمان بهالسيزن شو فينا نختار نلبس. الاخضر اكيد كثير حلو بينلبس مع بنطلون او جيب بيج او بيضاء او سوداء، افضل ما ناخذ ريسك لانه الاخضر كثير قوي اوريدي وكثير جريء، ثاني لون بنكون لون شوي اركز. اجان انا اكيد عم بقول هودي الملاحظات او التبس للاشخاص يلي عمرها اكبر من ال 35 40 تيكون شيء كمان ملائم لعمرهم. للاشخاص اللي بتحب تلبس نقشات لانه اكيد كمان فيهم يلبسوا باترنز، هون بنلاقي الورود الكبيره موضه على سلك تريس، دونك كمان بيجي كثير ناعم الفستان هيك بينلبس بالنهار قد ما بينلبس بالليل. في الوان اقوى كمان وهالشتويه مثل ما قلت لكم الاصفر كثير كثير موضه، بنكون عم تلاقوا اصفر احمر مع الروز والابيض كمان مع فلاورز باترن. اكيد هذا الشيء بيرجع لكل شخص الالوان اللي بتلبق له، مثل ما دائما بقول انا في سكن كولر يعني كل لون بو دو فيزاج بيلبق له الوان معينين، سو الاصفر مثلا ما انه محبس للكل،
اشخاص يلي اكثر اوتوم هوم بيز، يعني لون شعرهم بني، لون وجههم كمان شوي تانتي مش كتير ابيض، لون عيونهم بني، فيهم يلبسوا اكيد هيك الوان. هون عم نلاقي كمان الفساتين، لانه هو ده نوع الفساتين اللي حلوين لهيدي السيزن للاعياد، بيكونوا مش كتير قصار بنفس الوقت مش فستان طويل، لانه مرات عنا عشاء او شيء ما بدنا نلبس كمان فستان طويل على كل ايفنت عنا اياه. هون بنلاقي كل الشغل بالكمام، تون كمان كتير حلوين الكمام، فلاورز ريد اخضر، وهون كراب اسود، تون كلاسيك كتير بس فيه شغل كتير انترستينج على الكمام. هي كلها قصه بالانس، قد ايه يكون ستايلش وقد ايه يكون كلاسيك، يعني تقريبا بده يكون بالنص اللوك. بعدنا عم نلاقي كمان زهور كترند كتير موجودة بألوان شوي أغمق للي بيخاف من الأصفر، بنلاقي أحمر أزرق أسود وزيت. هنشوف بعد وان باترن قبل ما ننتقل على غير ستايل، يلي هو كمان هون بنلاقيه كتير خريف الستيل كنقش وكألوان، الألوان الأخضر أورانج في 3 تون دورانج كمان كتير حلو مع ستيل الدرابي، بيجي هون مزمزم شوي كمان، ها موضة كتير حلوة، وتروكار كمان موضة حلوة للشتوية. رح ننتقل على ترند موجود كتير وحكينا عنها بحلقات الماضية اللي هي المخمل. المخمل كتير موضة سبيشلي هلأ بهيدا السيزن لا نويل نوفالون لكل الأعياد اللي معقول الأشخاص يكون بدها تحتفل فيها، بنكون لون المخمل على أزرق، هذا البلودنوي كتير موضة كمان، بتشوفوه كتير ستريت كات بس اوف كورس على اللبس بيعطي شيء كتير حلوه، والمخمل دائما بيرتب وبيجمل. هلا اكيد انا دائما بقول المخمل كمان كتير بينصح، سو كل شخص كمان حسب البادي تايب تبعه، انه ما نلبس شيء بس لانه على الموضه، دائما نلبس شيء اذا بيلبق لنا. هون انتقلنا بالوان الازرق، عم نشوف ازرق اخضر مع الاسود والبلت، دائما انا بقول كمان البلت كتير بتخصور وبتعطي جمال لللوك. البليسيه هي موضة بلشت بالصيفية وبعدها موجودة. رح ننتقل على المانتو، أكيد وقت يكون عندكم سهرات دايماً بتفكروا بالسقعة وبالشتاء، شو بدي ألبس فوق فستاني أو فوق البنطلون أو البليزر أو حيالا شي نقيت أو اخترت ألبسه بهالسيزن. المانتويات أكيد كل واحد بيختار حسب ستيله، حسب شو بيحب، حسب البادجت، بس اكيد المانتويات اللي بتدفي كتير، هون عم نشوف اللابا مثلا، وفي كذا لون كل واحد بيرجع اكيد اللون اللي بده اياه، القصص اللي بيحبها. هون الفيزو مثلا اكيد بتلاقوا هون على لون البني اكثر شيء. في عندكم ستايل بتحسوا مرات انه عندكم تو تكستشرز والكول غير تكستير، كمان هيدي موضه بتحسوا انه لونين معكم بالجاكيت، او مثلا بتحسوا ستيل الامبرميابل بتحسوا نايلون ومن جوا بس والكول غير فورير، هيدي كمان بتزبط كثير كاجوال يعني فوق ثيابنا مش بس بالليل، فينا نكون عم نلبسها لانه كستيل امبرميابل بتصير تنلبس. النقشات يلي حكينا عنها كمان بالحلقات الماضيه عم نلاقيها كمان موضه للاشخاص يلي شوي اكبر بالعمر، الانيمال برنت عم نشوفه موضه موجود كثير، هون عم نلاقيه كدريس. اكيد في الوان انيمال برنت افتح، بنلاقي هون لون البيج مع البني. هون عم نرجع نلاقي الباترنز، الورود مانا واقفة على الصيفية، أكيد فيها تكون بشتوية هون نقشات. ولون كتير حلو اللي هو البيربل، كمان حلو تكونوا عم تختاروا تلبسوا كنزات أو تياب من هذا اللون. كمان في أشخاص تكون عم تلبس المانتو مع بلت بلون الجري، هودي الوان كلاسيك بس كمان بتزبط اول يير لون كل السنه مع شو ما عنا تياب فيهم يزبطوا. سو كمان لانه اشخاص بتحب تختار مانتو يزبط معها بالنهار بالليل، ما يكون عم يجيبوا كذا مانتو، سو بيحطوا البادجت على شيء بدفيهم.
فيها تكون مثلا اسود وابيض، مانتو بيدفي اكيد، هيدا اهم شيء بالمانتو. يعني نحن بنحكي موضه دائما، بس كمان بده يكون شيء براكتيكال وبيفيدهم بهيدا السيزون. هون عمل لي اذا دريس مثلا مع باترن. كمانتو كمان عم نشوف هون كوتس انترستينج كتير على لون الجريل فاتح. الجيلي كمان المفتوح موضة، هون عم لاقي اسود وابيض، فيري انترستينج اللونين هيك، لانه بطريقة جيومتريك بهاللاين الصغيرة صار عنده كتير حياة الجيلي. هنا اشتغلت بيدو بول على كتير صغير، كمان مهضومة كتير، بنحسها كمان مودرن الجاكيت. عم نرجع نشوف المخمل كفستان، هون عم تشوفوا على الطوارف هل يعني هالديتيل الصغير بيخلي الدرس يفرق. هون عم نلاقي الجليترز سترايبس على جنب الفستان. هلا في ناس دائما بتسال اذا البوليرو بعده موضه، اكيد للاشخاص يلي اجان بهيدا العمر وبدها تكون عم تلبس على كتافها شيء، فين يكونوا عم يلبسوا هيك جاكيت قصيره فوق الفستان، هون من نفس النقشه يلي اكيد احلى لانه بيطلع ارتى باللوك، ما بيطلع كل شقفه من نايله. جيلي المفتوح هيدا بينلبس صراحه لكل الاعمار، وحلو ينزاد على جينز قد ما ينزاد على بانتالون، بضل فيه هول القطع اللي بتحسون بيلبقوا للكل اكيد. كمان عم نشوف هون باترن اسود وابيض، كثير بيطلع حلو بنفس الوقت راكز كالوان. راح اختم بكم كنزه، لانه كمان الكنزات مهم نعرف شو نختار شو نلبس ويكون كمان ضابط الالوان بنفس الوقت شيء بدفيهم. هون عم نلاقي السيلفر، لون السيلفر ميتاليك مع الجري كثير موضه، وهون عم نلاقيها شوي اوفر سايز تجي طويله شوي، سو بتطلع كثير حلوه مع بنطلون فيكون ملون البنطلون لانه لونه راكز. ساعتها من تحت فيكم تلبسوا الوان، اكيد واحد في يلبس اسود بس اللي عباله يلبس الوان بيقدر وقت تكون الكنزه راكزه. هون عم نلاقيها على لون غري انتراستيت شوي اكثر على اسود اغمق. لأشخاص بتفضل الألوان الأكثر مثل البني زيتي الألوان الأفتح شوي كمان بيقدر يكونوا عم يلبسوا الكنزة هيك. وآخر شيء بنختم مع ستيل البونشو، بتنلبس أكيد فوق تيابنا، دونك شو ما لابسين ما بتأثر لأنه بتكون جاية كأيتم زيادة فيها كول أو دونك بتدفي كتير، وبنفس الوقت براكتيكال لأنه بتلبق على كل شيء. بهالطريقة شفنا سوا انه للاشخاص اللي عمرهم فوق الأربعين وعبالهم يلبسوا قصص بتدفي بنفس الوقت حلوة كتير هيدا السيزن، هودي الطرق تنكون عم ننقي شي ترندي بنفس الوقت كلاسيك. ان شاء الله تكونوا حبيتوا. شكرا لك ساره كيروز على هذا الفيديو الرائع يلي هيك دائما بتفيدي فيه كل الاشخاص لحتى يعرفوا شو يختاروا وشو بيلبق لهم. نحن وصلنا لختام صبحيتنا من احلى صباح، بدي اشكر كمان مره ستوريوم على هذه الزينه الرائعه يلي عم بشاركنا فيها فرحه العيد، على امل انه كل قلوبكم تكون مليانه فرح محبه وزينه قبل كل شيء، زينه انه يكون الله هو منور حياتكم. بنرجع نلتقي فيكم اذا الله راد بكره بحلقه جديده، الى اللقاء.